بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا بحضراتكم من جديد. حلقه يوم السبت 1 اكتوبر 2016. يا صباح الجمال والخير والبركه على حضراتكم. حبينا نبدا النهارده يمكن بدايه كده مختلفه شويه. القهوه الحقيقه ومفعولها السحري اللي بيحصل فينا كلنا، ايامين يسقيني قهوه وايامين يديني قهوه وايامين يقول لي قهوه، ومين اللي يقدر يبدا يومه من غير قهوه؟ في ناس ليها في الشاي الحقيقه، احنا يمكن الغالبيه العظمى هنا مننا انا وزمايلي يعني تبع السكشن بتاع القهوه. القهوه هي اللي بتصحصح كده وبتدي نشاط وبتدي طاقة. صباحكم يا رب جميل، ويومكم يا رب بإذن الله يكون أجمل. يا رب يكون يومكم أجمل من كل الأخبار، أو خلينا نقول من أغلب الأخبار اللي احنا هنقولها ندردش فيها شوية مع بعض النهاردة. وإن كنا ربما حلقتنا يعني النهاردة أو الفقرة الإخبارية النهاردة عندنا هتكون مختلفة شوية، هندردش فيها مع بعض أكثر من قراءة لنشرة الأخبار. خلينا بس بداية نقول إنه النهاردة السبت 1 أكتوبر 2016 هو آخر أيام العيد السنة أو العام الهجري 1437. غدا بإذن الله تعالى أول يوم في العام الهجري الجديد 1438. كل عام والأمة العربية، كل عام والأمة الإسلامية، كل عام وكل مسلم، كل عام وكل إنسان، كل عام وكل مصري بخير وصحة وأقرب إلى الله تعالى. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. اليوم أو هذه الساعات مفترق طرق بين عام يمضي وعام يذهب وبين عام آخر يأتي. ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يأتي إلينا محملا بالأخبار السارة الطيبة وبالصحة والستر والسعادة والهنا والعافية والأمل في غد أجمل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأكيد هنعيد تاني على حضراتكم بكرة، لكن ندعي بقى ربنا النهاردة أنه اللهم اجعل العام القادم علينا جميعا أفضل من العام الذي مضى ومن الأعوام التي مضت. اللهم أمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة الأمل وبمناسبة أني كنت بقول لحضراتكم يا رب يكون يومكم كله جميل وأخباره كلها جميلة أجمل من الأخبار اللي بنقولها، ولو أنه الحقيقة فيها جزء من الأخبار متوقع جدا، يعني بيقولوها كده بالإنجليزي very expected، أو بيقولوها بطريقة تانية what else is new، إيه الجديد في الموضوع؟ لما حركة إخوانية تعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد. هذه الحركة هي حركة حسم، حركة جديدة يعني بقى مطلعينها من ضمن الحركات اللي عندهم، مسمية نفسها حركة حسم، وبتقول أنها بتعلن مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد. العمليات الإرهابية طبعا اللي الجماعة الإرهابية بتقوم بيها لسه مستمرة، لسه موجودة ضد الشعب كله، ضد مؤسساته، ضد الحكومات. الحركة دي أطلقت على نفسها زي ما قلنا اسم حركة حسم، وهي تابعة طبعا لجماعة الإخوان. أعلنت عن مسؤوليتها لمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز يوم الخميس الماضي بسيارة مفخخة قرب منزله في التجمع الأول. ما تقرا بقى بيان الحركه الحقيقه يعني تقول شر البلية ما يضحك. اولا طبعا الف حمد لله على سلامه سياده المستشار زكريا عبد العزيز، وربنا سبحانه وتعالى كتب له عمرا جديد. ما تقرا بقى بيان الحركه اللي هي منزلاه على موقعها على الانترنت، بيقولوا ايه بقى في البيان؟ بحول الله وقوته تمكنت فرقه التفجيرات المركزيه بحركه حسم من استهداف موكب النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان بسيارة مفخخة بالقرب من منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي الكمائن والتواجد المكثف، حيث تكتظ هذه المنطقة بالقضاء. ده البيان بتاعهم، يعني المضحيات المبكيات الحقيقة. الحقيقة انه الواحد ما بقاش يستغرب دلوقتي من اي محاولات زي كده بنسمعها. يعني الجماعة هم جماعة فعلا الحقيقة، الجماعة اللي تسمح لنفسها انها في يوم من الايام حتى لو هي على يقين او عندها اعتقاد انها بتحارب الدوله، لان هذه الدوله بمؤسساتها بحكومتها برئاستها بشعبها بالتسعين مليون، استغفر الله العظيم، ضد ربنا سبحانه وتعالى وضد الاسلام وضد الوطن وضد الدين وضد كل حاجه، ده حتى لو دي معتقداتهم. جماعه الحقيقه اللي في يوم من الايام تسمح لنفسها انها تدخل الى بيت الله المسجد، تطلع فوق تعتلي المنبر وتطلق النيران على المواطنين والشرطه والجيش اللي في الشارع، خلاص احنا وصلنا لمرحله انه انا الحقيقه بستغرب جدا، ولسه بلاقي لغايه النهارده مثلا لما تحصل حاجه زي العمليه الارهابيه الاخيره دي الاقي مثلا حد النهارده يطلع يقول ايه؟ هل هذا هو الاسلام؟
وهل هذا هو الدين؟ هو اللي انتوا اللي بتعملوه ده يرضي ربنا؟ الدين ما بيقولش كده والاسلام ما بيقولش كده. يعني انا شايفه ان احنا عدينا الكلام ده من زمان جدا الحقيقه، وشايفه برضو ان الشعب المصري كله مثقفين، باللي دخلوا مدارس، باللي ما تعلموش، بالاميين اللي لا بيقروا ولا بيكتبوا، بالفلاحين بالصعيده، باللي في البحري، باللي في القاهره، باللي في الصعيد، باللي في الجنوب، باللي في كل حته، كل الشعب المصري بمسلمين بمسيحيين بكل الناس عارفين كويس قوي ان لا ده الاسلام ولا ده الدين، ولا في دين سماوي بيحض ابدا والعياذ بالله على الكراهيه وعلى العنف وعلى القتل وعلى الخراب وعلى الاغتيالات وعلى وعلى. والاغتيالات دي اصلا ده فكرهم، ده منهجهم، رجعوا البنا وفكره، رجعوا سيد قطب ومناهجه، رجعوا دي مناهجهم. هو ده اختلف معاك، لا اتحاور، اختلف معاك عمليه اغتيال ما فيهاش كلام. فالحقيقه انا فكره انه مش ده الدين ومش ده الاسلام، يعني ما بشوفش ان ده ينفع يتقال. يعني الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمه العقل اللي يخلينا نميز انه دين الاسلام احنا اللي بنسيء ليه، وحاشا لله ان يكون ابدا هذا هو ديني، ده لا يمكن يكون هو ده ديني. دين الاسلام دين العدل ودين الحق، الاسلام دين البشريه الذي اختتمت به الاديان السماويه وارسل به اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام دين الحق والعدل والحكمة والغفران والمغفرة والسماح والتسامح بين الناس وإعلاء القيم، دين المساواة. لما يكون سيدنا بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الرسول أوحي إليه أنه يجعل سيدنا بلال وهو أسود، يعني كان عندهم طبعا تمييز في الوقت ده في الجاهلية، التمييز ده كان عندهم العبيد والسادة. لما ربنا سبحانه وتعالى من كل العباد يختار سيدنا بلال ويوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه يخلي سيدنا بلال هو من ينال شرف ان يكون مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابي الجليل وهو اسود كان عبدا. هو ده الدين، دين ما فيهوش تمييز، الدين اللي ما بيقولش ابدا ربنا بيبص على لونك ولا شكلك ولا حضرتك حلوه ولا لا، ولا لابسه ايه ولا مش لابسه ايه، قلبك ايه ونواياك ايه وتعاملك مع الناس ايه، وتكف اذاك عن الناس ازاي، مش تمشي ورا الناس ومواكبهم وتقتل فيهم وتزرع لهم قنابل ومتفجرات. ده كان طبعا اول حاجه قلنا ندردش فيها بمناسبه ايه بيان حركه حسم الاخوانيه. الخبر الثاني الحقيقه اللي امبارح اتكلمنا فيه كلنا، واحيانا كده الحقيقه بتصادف الاقدار انه بيبقى فيه اكتر من تاريخ في يوم واحد، بتكتشف ده ربما بعد فتره كده، بعد كام ساعه كده لما بتقعد تجمع وتقول سبحان الله. بالأمس كانت جنازة شيمون باريز رئيس الإسرائيلي الأسبق. طبعا الجنازة دي شارك فيها حوالي 90 وفد تقريبا من 70 دولة، في مقدمتهم أكيد كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمشهد كان متوقع ومعروف قبل كده. أنا الحقيقة في جنازة شيمون باريز هتكلم عن ثلاث صور تعليقي على جنازة أو على وفاة شيمون باريز، هيدفعني للتعليق أو للحديث عن ثلاث صور فقط لا غير. الصورة الأولى هي صورة مشاركة وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري. الحقيقة بصرف النظر بقى برضو عن الكلام اللي ما بحبش أعلق عليه كتير، وأصله كان متضايق قوي ومش متضايق قوي، أنا الحقيقة بشوف أنه اتفرجنا على كل الصور الخاصة أو التي تم التقاطها للسيد سامح شكري، الحقيقة أنه كان ونعم الدبلوماسي، كان معتدلا جداً. واحد رايح يحضر جنازه، يعني لا كان مبتسم وسعيد ولا كان ما يعني متشحطف من العياط، راجل معتدل دبلوماسي سياسي محنك، يعرف كيف يسلم، يمد يده بالسلام، كيف يتعامل، وبالتالي الصوره كانت في منتهى الاعتدال. وطبيعي يا جماعه شئنا ام ابينا اغلب المصريين ان ما كناش كلنا كمصريين باختلاف كل افكارنا ضد التطبيع واللي في القلب في القلب، ومش هننسى لاسرائيل اي حاجه في الدنيا. شئنا أم أبينا في النهاية هناك اتفاقية، هناك معاهدة سلام، معاهدة السلام دي بتتطلب بروتوكولات معينة إنه في مثل هذه الحوادث يكون في وفود تقدم الواجبات. فبالتالي دي ما فيهاش كلام، فكرة إنه مشاركة السيد سامح شكري ما دي ما فيهاش كلام، ده بروتوكول معاهدة يعني دبلوماسية، فهي مش دي الفكرة. والراجل الحقيقة إنه كان معتدل جدا زي ما قلنا. الصورة الثانية اللي هعلق عليها كانت صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. الحقيقة إنه كمان مش هعلق عن الصورة بتفصيل لأنه الصورة مؤلمة جدا. خليني بس أقول في البداية إنه لا نقلل من شأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن.
لا نقلل أبدا من وطنيته ولا نشكك أبدا في قضية إيمانه بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني و و و بس الحقيقة أنه بعيد بقى عن الكلام الدبلوماسي اللي أنا بقوله ده، يصعب عليك قوي كعربي أنك تشوف اللقطة دي، يصعب عليك قوي كعربي أنك تشوف الرئيس الفلسطيني يبكي بحرقة، يبكي ألما وحسرة على وفاة الرئيس الإسرائيلي. صعبة جدا الحقيقة، ولا تعليق آخر على هذه الصورة. الحاجة هنا طبعا كان بيحتضن ابنة الرئيس شيمون بيريز وبيقدم لها يعني واجب العزاء. طيب مش هعلق أكتر من كده على الصورة، ولكن الصورة دي الحقيقة، الصورة دي تحديدا بجنازة شيمون بيريز بقى كلها على بعضها، تدفعنا جدا ان احنا نفكر ونقول يا سبحان الله، هو امبارح كان ايه يا جماعة؟ كان 30 سبتمبر. عارفين 30 سبتمبر ده بيوافق ايه؟ 30 سبتمبر يوافق الذكرى الـ16 على استشهاد درة الأطفال العرب، الطفل الفلسطيني محمد الدرة. 16 سنة يعدوا، 50 سنة يعدوا، قد ما ربنا يدينا في عمرنا، عمرنا ما ينفع ننسى شكل محمد الدرة. محمد الدرة اللي كان والده بيستغيث وبيرفع ايديه لفوق وبيكلم العدو الإسرائيلي بيقول لهم أنا أعزل، أنا أعزل، ابني معايا، وبرضه انطلقت نيران الغدر والدم والقتل من الجانب الإسرائيلي على الطفل محمد الدرة ليلفظ أنفاسه ويستشهد في حضن أبيه. 30 سبتمبر هو ذلك اليوم التي ماتت فيه الطفولة العربية، ماتت فيه الطفولة العربية، ده 30 سبتمبر، اليوم اللي العالم كله راح يبكي، واللي الرئيس الفلسطيني أبو مازن كان بيبكي فيه على وفاة شيمون بيريز. عندنا مجموعة كمان من الأخبار الحقيقة، تعالوا بقى كده نشوف مع بعض. زي ما قلت احنا عندنا النهاردة يعني هندردش شوية في الأخبار. السبت بقى بداية الأسبوع بيكون فيه كلام كتير عايزين نقوله، لكن خلينا كمان نتكلم عن فيديو الحقيقة غريب جدا. أنا بقالي إيه فترة كده من ساعة ما احنا قاعدين في صباح دريم طبعا فاتحين ملفات الزراعة والطب البيطري والمخلفات واللحوم اللي بناكلها، ما عايزة أطمن يعني بناكل إيه بالظبط. فبقالي فترة الحقيقة كل يومين ثلاثة كده بدخل على صفحة بعض الأطباء البيطريين اللي بثق فيهم جدا، المعنيين وخلاص يعني إيه اشتهروا بالضبطيات اللي بينزلوا يعملوها لضبط اللحوم الفاسدة. بالنسبة لي أنا أشهرهم الصراحة الدكتورة شيرين زكي مفتشة الطب البيطري. داخلة على صفحتها امبارح ببص كده إيه كاتبة رسالة استغاثة إلى، هي مش استغاثة قوي يعني، استغاثة على شوية يأس على حبة أمل على حاجات كتير قوي بعضها الحقيقة، كاتباها إلى السيد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم. هي كاتبة رسالة امبارح يوم الجمعة، كاتباها بناء على فصل فيه 130 طالب، فصل دراسي لقوه. الحقيقة أنا دايما متوقعة أن الطب البيطري بينزل يبص أو يعمل تشيك على اللحوم، واضح ان الطب البيطري كمان بدا ينزل يبص على الفصول في المدارس. يعني هو مفيش حد شغال في البلد دي يا جماعه غير الطب البيطري ولا هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من فصل في 100 شحنوا فيه، وانا اسفه في الكلمه طبعا انا بحترم جدا الطفوله، يعني شحنوا فيه 130 طالب قال ايه عشان يتعلموا. فهي كاتبه له ايه بقى؟ صباح الخير عليكم وجمعة مباركة على الجميع، كانت الرسالة دي امبارح. صباح الخير يا وزير التربية والتعليم، جمعة مباركة يا فندم، وأسفة إني ممكن أجرح مشاعر حضراتكم بالفيديو ده. دي مدرسة الأهرام ناحية ميدان الرماية بالهرم. الفيديو ده مدرسة في فصل داخل مدرسة الأهرام ناحية ميدان الرماية بالهرم. زيها زي مدارس حكومي كتير بيروحوها أولاد الغلابة اللي أهليهم عندهمش فلوس يرحموهم من العذاب ده ويدخلوهم مدارس خاصة. دول اللي أهليهم هيدفعوا قيمة الضيق الضريبة المضافة وينفذوا أمر الحكومة. يا معالي الوزير، 130 طفل في الفصل، أربعة أو خمسة على كل دكة، أطفال ما لهمش مكان غير أنهم يقعدوا فوق الديسك وزملائهم مش عارفين يكتبوا، وأطفال تانيين حظهم أتعس مفترشين الأرض أو قاعدين على بستلة بلاستيك مقلوبة عفوا ظهرهم للحيطة
ظهرهم لحائط بارد برودة وقسوة أيامهم وواقعهم اليومي الذي هم مضطرون لمعايشته. ده المنظر. تعالوا نشوف بس الفيديو ده مع بعض كده. الفيديو اللي بنعتقد انه مدرسة الفصل هي اللي مصوراه. واضح ان هي مدرسة عندها معلمة، يعني واضح ان الست صوتها اتنبح مثلا، عمالة بتقول الحقوا يا جماعة الحقوا. الله اعلم، ممكن ما تكونش مدرسة يعني، بس احنا تخيلنا لان في صوت كمان يبدو انه صوت معلمة. تعالوا نشوف كده ايه جولة داخل علبة السردين، قصدي داخل الفصل اللي في مدرسة الاهرام. تعالوا نشوفه مع بعض ونرجع. تاني، دي مدرسة الأهرام اللي ناحية ميدان الرماية في الهرم. وهي ده مش مدرسة دي لوحدها على فكرة، دي مدرسة من عشرات المدارس بالمنظر ده، 120 و130 و140 طالب في الفصل. مرة في ولية أمر قالت لي فصل ابني فيه 135 أو 140 طالب في الفصل. بصوا خلونا بس إيه يعني نتكلم بصراحة شوية مع بعض. هو لو السيد مش هقول المدرس يعني المدرس او المعلمه يعني في الموضوع ده مغلوب على امره، يعني هو مش بايده ان هو يطلع طلبه من الفصل ولا يعمل ولا بتاع، مش بايده. بس خلينا برضه ها نبدا من اول مدرس الفصل. لو مدرس الفصل او مدرسه الفصل او السيد المشرف في المدرسه او السيد ناظر المدرسه او السيد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم او السيد وكيل تاني وما اعرفش في كام ساده وكيل، أو السيد مساعد أو نائب وزير التربية والتعليم، أو السيد وزير التربية والتعليم، أو السيد معالي رئيس الوزراء، أو بس خلينا في الكبير عشان بنخليه في الحاجات اللي فيها أرواح البني آدمين، بنعمل له فيها مناشدة واستغاثة على طول. حقيقي بتكلم بجد، لو كل حد من السادة الأفاضل المسؤولين اللي ذكرتهم دلوقتي دول معتقد للحظة إنك ممكن تستنى أي حاجة تطلع لك من من طالب واحد من 130 طالب دول، انت حضرتك كده بتضحك على نفسك وبتضحك علينا وعلى اولياء الامور، واكيد غلطان. انت مستني ايه؟ انت بالمشهد ده لا هتاخد تحصيل دراسي ولا هتاخد تربيه ولا هتاخد تعليم ولا هتاخد خطاب ديني. ايه ده، احنا عمالين لما بنيجي نصوت ونقول تجديد الخطاب الديني بنقول ابداوا من المدرسه من وانتم صغيرين، ابداوا من الطلبه من سن 4 5 6 و7 سنين واتكلموا مع الطلبه، اتكلموا عن النظافه الشخصيه واتكلموا ان احنا ما نكدبش وما نسرقش وما تفتنش وما توسخش الديسك مكانك، والنظافة من الايمان واحترام الكبير والعطف على الصغير والقيم اللي كانت زمان بنسمعها دي. ده مين انا اقول ايه للطلبه دي؟ تجديد خطاب ديني ايه ولا دروس ايه ولا شرح ايه؟ مين هيفهموا ايه؟ البنت قاعده على باستيلا، بنت صغيره قلبه باستيلا وقاعده عليها بتاعت الالوان دي بتاعت البوية قصدي، قلباها وقاعده عليها. مدرسه بتقول لها انت مش لاقيه كرسي؟ قالت لها لا ماليش كرسي يا ابله ولا يا مس. يعني احنا بنكدس وخلاص يا جماعه؟ هي كده؟ اصل لو هي كده بس قولوا لاولياء الامور. والله العظيم انا عندي اهون ان المدرسه دي لو فيها الازمه دي تعلق الدراسه فيها الصراحه، او نوزع الطلبه على مدارس ثانيه، او يتعمل لهم بقى خيمه في الشارع، ما اعرفش الحقيقه. يعني لو اتعمل خيم كده بشكل محترم طبعا واتظبطت الدنيا و40 50 طالب في كل خيمه مثلا، العدد ده لو اتقسم على 2 أو 3 يعني بيتهيالي على الاقل ممكن ساعتها تقنعني ان الطلبه دي ممكن تفهم حاجه، ان العيال دي ممكن تفهم حاجه. لكن ما تقوليش ان ده هيتشرح لهم لا رياضه ولا عربي ولا دين ولا مش هيفهموا حاجه خالص، مش فاهمين المدرس بيقول لهم ايه، مش سامعين اصلا. انا عارفه ان احنا محتاجين 30,000 فصل دراسي، عارفه ان في حاجه حاليه دلوقتي طارئه ل 30,000 فصل
علشان مشكلة التكدس الفظيعة دي، وعارفة ان الوزارة شغال عليها، بس يعني ما اعرفش بعد سنة ونص سنتين دلوقتي ولا سنة وشوية دلوقتي، ما اعرفش ينفع في 2016 2017 تاني نلاقي 130 طالب في الفصل؟ لا نتصرف يا جماعة، خطط بديلة. كنا فين في اجازة الصيف؟ ما احنا بقالنا شهرين ثلاثة دلوقتي مأجزين، واجازة العيد احنا كنا فين؟ خطط بديلة تتعامل، تتبني فصول، تتعامل اي حاجة يبقى ارحم لهم من المنظر ده. ده مين هيستوعب هنا حاجة؟ والله حرام. ما انت كده عمال بتنجح لي الطلبه دول من سنه لسنه، فبيوصلوا عشان كده بيوصلوا ثانويه عامه يا جماعه مش عارفين يكتبوا عربي، مش عارفين يكتبوا عربي، مش عارفين يكونوا عندهم فكر مستنير ويواجهوا العالم. ده انا بتكلم في اوهام، انا بقول مش عارفين يكتبوا جمله عربي صح، عشان هو ده المنظر. طيب من الخبر ده لخبر تاني مش هنزهق ان احنا نتكلم عنه، وهنتكلم عنه مره واثنين وثلاثه وعشره، وهي دي الحاجات اللي انا الحقيقه كنت بقول ان دي المواضيع اللي انا بحب جدا استغيث فيها بشكل مباشر لرئاسه الجمهوريه ولفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان كده وفرت الاستغاثه في الخبر اللي فات، لانه هو كارثه تكدس الطلاب بالمنظر ده، بس في النهايه مفيش خطر على الارواح، لكن الاطفال اللي بتمشي بتركب مع اهاليها او في اتوبيسات المدرسه وبتطلع على الطرق الدائريه وبتحصل حوادث وناس بتموت، شباب ورجال ونساء واطفال بيروحوا ضحيه للاهمال ده ولعدم التطبيق الحازم لقوانين المرور، سواقين النقل اللي اغلبهم، ما اقدرش عمري اقول كلهم، اغلبهم جزء كبير منهم لغايه النهارده بياخد الترامادول وبيشرب سيجاره اللي مش عارفه ايه وبيطلع على الطريق، ما بيمشيش في الحاره المروريه المفروض انه يمشي بيها على اليمين، ما بيمشيش في اوقات المخصصه ليه انه يمشي 24 ساعه بيمشوا، بتمشي على الطريق ومعاك مراتك وابنك في العربيه والعربيات النقل التقيله والنص نقل والتريلات ماشيه جنبك بتتسابق والله اعلم في وعيهم ولا تحت تركيز المخدر، كل ده لسه بيحصل لغايه دلوقتي بالرغم من انه في طفله دفعت حياتها ثمن للاهمال ده، وبالرغم من انه والد ووالده الطفله دول ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم وخلاهم يقولوا كلمه. انا ما اعرفش ازاي في مسؤول في إدارة المرور في وزارة الداخلية كلها قدر يروح بيته اليوم ده بعد ما سمعوا الكلمة دي منهم. بنحتسب بنتنا عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا في مكان أفضل، وبنحتسبها إن هي بإذن الله تكون ربنا يجعلها السبب في إنقاذ أرواح تانية وخصوصا أرواح الأطفال. أنا معرفش الحقيقة إزاي لغاية دلوقتي القوانين اللي إحنا بنقول عليها ما رجعتش تاني. فين يا جماعة؟ احنا هنشوف طبعا تقرير امبارح للوقفه المتحضره المحترمه الحقيقه، دي ناس متحضره لا عاملين مظاهره فيها تهديد ولا فيها ناس طالعه نازله بمنتهى الادب ومنتهى التحضر بتقول ارجوكوا طبقوا قوانين المرور، احموا ولاد البشر ولاد الناس. عشرات الحقيقه من الاسر المناهضه جدا والمتخوفه جدا على اولادها وعلى انفسها من حوادث الطرق واللي بيحصل فيها والتهاون في تطبيق قوانين المرور دي، نزلوا امبارح ونظموا وقفة علشان تضامنا مع أسرة طفلة دانيا الله يرحمها. اتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، هيفضل نتكلم فيه طول ما أهلها بيتكلموا، احنا هنفضل نتكلم في الموضوع فيه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير، وبعد التقرير لما نرجع حياة التقرير اللي عملته زميلتنا العزيزة سارة شلبي، تعالوا بعد ما نشوف كده ونرجع هقول لكم أنا بقى كان نفسي في إيه. يعني أنا كان نفسي حتى بعد هذه المصيبة ما وقعت وهذا الابتلاء العظيم انه الاب والام فقدوا بنتهم للابد والبنت راحت، اقول لكم انا بقى كان ايه اللقطه اللي لو كانت حصلت من الدوله كان ممكن تدي امل تقول للمصريين الحكومه اتغيرت بجد، الداخليه اتغيرت بجد، اداره المرور اتغيرت بجد. بس للاسف وانا بتفرج على التقرير ما شفتش اللقطه دي. تعالوا نشوف مع بعض التقرير. في اليوم السابع من شهر أغسطس انتقلت حياة طفلة بريئة إلى ربها بحادث سير على الطريق الدائري. دانيا كالآلاف غيرها كان فقدانهم غصة في قلوب أحبائهم وأسرهم. اللي أنا بطالب بيه أن لما يبقى في واحد في حالة نفس حالته يتم تنفيذ قانون أو تعديل القانون بالطريقة أن هو يبقى فيه عقوبات مضافة، فلما ياخد عقوبات الخمس مغالطات او الخمس مخالفات اللي عملهم، القتل الخطا والمشي بسرعه و هيلاقي عقوبته في الاخر 10 15 سنه،
هو هيبقى عبرة، او كائنا من كان اللي هيطبق عليه القانون ده هيبقى عبرة لاي حد تاني ان هو يوم ما يفكر يمشي يبقى عارف كويس قوي ان هو لو غلط غلطة غلطته 15 سنة. القوانين طول ما هي ما بتنفذش يبقى انا مفيش داعي ان انا اقعد اطلع بقوانين، يعني دي ملهاش معنى. انا انفذ القوانين، القوانين موجودة وبشوف يفط على الدائري، وبالذات بداية الدائري من عند محور الشاذلي الاقي مثلا مكتوب ان النقل مثلا يسلك من اول، يعني مش مسموح له يمشي من 12 ل 6، والاقي النقل ماشي جنبي في كل حته، والنقل ماشي في كل الحارات. انا مش عارفه ليه، يعني هم فوق القانون. 6000 قتيل و19 الف مصاب هي احصائيات محليه وعالميه لقتلى ومصابو حوادث الطرق في مصر. يا جماعه اماطه الاذى عن الطريق دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. انا بوجه الحديث ده لكل بني آدم في مصر من أصغر واحد لأكبر مسؤول في البلد. ده واجب قومي، قضية الطرق قضية أمن قومي. ما عنديش كلام أقوله تاني، وأنا إن شاء الله طول ما فيا نفس أنا مكملة بكل الطرق المشروعة والسلمية لحد ما الاقي حاجة بتحصل على أرض الواقع. كان غياب المسؤولين واضحا في حضور وقفة شارك فيها العشرات من الأسر الذين أصبح موت الطرق رعبهم، ولكن إحدى أعضاء مجلس الشعب كانت حاضرة ومؤكدة لدعمها. النائبات كلهم أنا جاية نيابة عنهم واقفين مع مدام رباب ومع زوجها الدكتور محمد. الحادثة أثر يعني كسرت قلوبنا كلنا، كلنا معرضين مثل هذه الحوادث، والنسب الحوادث في مصر نسب عالية جدا، وما يصحش إن احنا نسمح بحاجة زي كده. احنا هنبص في القانون وهنحاول إن احنا مش مجرد نغلظ العقوبات، إن احنا يبقى في عقوبة على كل حاجة. لما يبقى مسرع، لما يبقى سايق وهو واخد حاجة، لما يبقى معوش رخصة، لأن ما ينفعش ان يبقى اقصى عقوبه ان احنا بتاخد 3 سنين في قتل طفله زي دي، في قتل اي روح في مصر. احنا وظيفتنا في المجلس ان احنا نعمل ما يجب علينا للحفاظ على ارواح المصريين. من جانب اخر ووسط اتهامات عديده كان لسائقي النقل راي مخالف. الظاهره دلوقتي قلت، دلوقتي نسبه كبيره ناس متعلمه شغاله على عربات النقل، ما عادش زي زمان. الطائفه بتاعه زمان هي اللي يمكن عامله سمعه لغايه دلوقتي، هي اللي لسه مستمره لغايه دلوقتي السمعه بتاعه الناس اللي بتشرب. او ما نقدرش نقول ان كل الناس ما بتشربش، اكيد لازم نكون في نسبه، بس هي النسبه حاليا قليله. وبعد القانون الجديد لما قال التحليل والمخدرات وفي سجن وفي وفي دي، بالفعل في ناس كتير بطلت. حمايه ارواح المواطنين هي دور الدوله واحدى اهم قواعد الديمقراطيه، فلا مسؤوليه بلا حساب وفقا للقانون. إن كان قتل الآلاف على الطرق سنوياً سببه سلوك البعض المتهور، سيأتيك المنطقة مؤكداً أن من آمن العقاب أساء الأدب. سارة شلبي، صباح دريم. صدقتي يا سارة، من آمن العقاب أساء الأدب. اللقطة بقى اللي انا كان نفسي قوي اشوفها قوي، يعني انا كانت هتديني امل كده، ايه احساس كده بانه في امل، والله بدانا نتغير، والله الثورتين عملوا نتيجه برضو في الفكر بتاع مؤسسات البلد. كان نفسي الاقي في التقرير ده مسؤول رفيع المستوى من اداره المرور من وزاره الداخليه واقف مع الناس، واقف مع الاب والام والمشاركين في الوقفه السلميه دي، واقف بيقول لهم قلوبنا معاكم، عقولنا معاكم، هنتعامل، حاضر، هننفذ قوانين اكتر، هنطبق، ننزل بعدد اكبر من اللجان، هنرجع تاني زي زمان. الحاجه اللي احنا قلنا 100 مره قبل كده عليها ومش عارفين الحقيقه اختفت ليه، كان في زمان كده، زمان من سنتين ثلاثه كده، لما كنا عايزين نقول ان في دوله بتتحضر وبتتمدن، كان في لجان فجاه بتاخد مسح عشوائي من السواقين النقل والميكروباصات والكلام ده، ويتعمل له تحليل مخدرات على جنب. فاكرين زمان واحنا صغيرين كده؟ ده بخ. لو حد فيكم النهارده حضراتكم بيشوف المشهد ده يكلمنا بس على الهواء يقول لي انت غلطانه، ده بيحصل، لانه احنا ولا حد فينا بيشوف المشهد ده. ده كان زمان احنا كان حب نسخن كده كل شويه، فنقوم نوجه الشكر للسيد وزير ما اعرفش مين، والساده المسؤولين مين، وبناء على توجيهات ما اعرفش مين، وتعليقات ما اعرفش مين وبتاع، وننام تاني. كان نفسي قوي الاقي مسؤول في الامن، في اداره المرور، في وزارة الداخلية، أي مسؤول، بس مسؤول ميري بصراحة، لأن أنا المشهد ده عايز له ميري، ويتكلم مع الدكتور محمد عبد الرحمن، ويتكلم مع مدام رباب المليجي والد ووالدة دانيا الله يرحمها،
ويقول لهم انا جاي لكم انا اب قبل ما اكون فلان الفلاني او المسؤول العلاني او الوزير الفلاني او كده، وانا بوعدكم ان احنا بنتحرك وهنتحرك وحق دنيا مش هيضيع. كان نفسي قوي اشوف المشهد ده، بس للاسف انا الحقيقه مش عارفه القضيه دي على بعضها ليه كده، زي ما تقول ايه، والله اعلم، مش عايز اظلم برضو حد، زي ما تقول ايه، طب سيبهم هيكلموا شويه في الاعلام وهينسوا، حاضر هنبقى نشوف موضوع السواقين النقل دول. لا هي ما تمشيش كده، لا هي ما تمشيش كده على راي الرئيس بقى، لا هي الحكايه كده، لا هي الحكايه مش كده، عمرها ما هتبقى كده. عايزين نرجع تاني نشوف سواقين النقل بيمشوا في اوقات معينه ويبعدوا عن او عن اوقات الذروه اللي فيها الموظفين والاطفال. عايزين نشوفهم بيلتزموا بالحاره المروريه اللي على اليمين. عايزين لجان وما تبقاش ثابته والنبي ما نبقاش عارفين فين اللجنه، يعني تبقى متحركه ومتنقله، يوم هنا ويوم هنا ويوم على المحور ويوم على الدائري ويوم في شوارع جانبيه ايا كان، ويتعمل لهم تحليل مفاجئ للمخدرات. واللي عايزينه قبل كل ده الحقيقه انا بحترم جدا سياده النائبه انيسه حسونه، انسانه 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 يا جماعه، الناس الراقيه راقيه، يعني واقفه بتتكلم ام، بتتكلم ام، مش نائبه في البرلمان، ام قبل ما تكون نائبه في البرلمان ومسؤوله بتتكلم. قبل كل ده بقى عايزين القوانين، عشان تاني هنقول الاخ السواق ده اخد 3 سنين، وتاني برضه هنقول ما ينفعش تلوم القاضي، القاضي حكم بموجب القانون اللي قدامه، الولد السواق ده مفيش مخالفه، مفيش اجرام ما عملوش، واخد ايه 3 سنين، يعني كلها 3 سنين وهيطلع زي الفل، اهله يعملوا له زفه الحمد لله على السلامه وحشتنا يا ابني، ويعيش حياته. عنده 22 سنه هيبقى لسه 25 سنه شاب قدامه العمر كله، يتجوز ويخلف ويعيش حياته. والبنت راحت، وامها وابوها حرق يعني اتحرقت قلوبهم للابد. احنا معاكم وهنفضل نفكر، عملتوا وقفات تانية او ما عملتوش هنفضل نفكر بالقوانين اللي احنا طالبينها لو سمحتوا تطبيقها بالشكل الحازم، علشان باذن الله باذن الله ما تتكررش الحوادث دي تاني، وربنا يرحمك يا دنيا يا رب. تعالوا بقى نشوف اخر تقرير معانا النهارده، وده الحقيقه تقرير يعني بيبعث الى التفاؤل، الـ الـ الاجواء الجميله اللي بتقابل فيها ناس كده. انا بتكلم بحب قوي في الموضوع ده، الاجواء اللي فيها ناس الحقيقه قلوبها صافيه، قلوبها جميله، قلوبها كلها رحمه ورفق بكل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. وعايزه اقول لحضراتكم على حاجه، عشان انا بتسال كتير انت مهتمه بموضوع الرحمه بالنبات والزراعه والحيوانات والبني ادمين والكلام ده كله. عايزه اقول ان انا ممكن ادخل تحدي مع اي حد، مستحيل بمعنى كلمه مستحيل انك تقابل في حياتك انسان رفيق ورحيم بالحيوانات، يعني يشوف مثلا كلب مخبوط يعالجه، يشوف قطه ما يرضاش يسمها يحط شويه اكل لحصان ولا حمار ماشي في الشارع، ولا يحط له شويه ميه في الحر، ولا يفرد عليه مش عارفه ورقه جرنان ولا ايه عشان الحر او اي او المطر او كده. مستحيل تشوف المشهد ده وما تشوفش معاه برضه نفس الرفق ونفس الرحمه ونفس الانسانيه ليه مع البني ادمين. لكن العكس هو اللي صحيح، يعني انت ممكن تلاقي واحد عمال يتكلم طول النهار وان حقوق الانسان وان الانسان مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يقول لك يا باشا الكلاب بتتسم، يقول لك يا عم دي كلاب، يا عم القوانين وبتاع، يا عم دي معرفش ايه. للاسف الشديد العكس هو اللي صحيح. تعالوا نشوف مع بعض تقرير ليوم الحقيقه كان كله بهجه وسعاده، وزي ما بقول ناس قلوبها صافيه وناس حقيقي تستمتع لما تقعد وسطها. جمعية أسمى هي الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان أسمى بتعتني بالحيوانات والكلاب الضالة، وأغلب الحالات اللي بتاخدها مش الكلاب، على فكرة مش الكلاب الأجنبي بقى اللي هي تبعها والكلام ده، لا حضرتك الكلاب اللي مخبوط بعربية واللي خبط وسابه وجري، اللي جاب كلب لابنه رباه معاه ولما الكلب كبر أو عجز أو عي مثلا سربوه في الشارع فاتخبط فمات فمش عارفه حصل له إيه، اللي الكلب بتاعه زعله فراح رميه من البلكونه، يعني فايه عندهم كده مجموعه من الكلاب اللي مشلول واللي ما بيمشيش واللي ما بيشوفش وبتاع، بيتعاملوا معاهم الحقيقه بمنتهى الرحمه والانسانيه. وزي ما قلت انت بتبقى قاعد وسط بني ادمين في منتهى النقاء ووسط كائنات حيه ربنا سبحانه وتعالى خالقها كمان حاجه جميله جدا. حبوا يكرموا الحقيقه في الجمعيه امبارح ابطال وصناع فيلم كلب بلدي، لانه كلب بلدي الحقيقه انا كنت قلت ده على الهوا لما اتكلمنا في فقره افلام العيد، انا بشوف تقريبا انه اول فيلم يدخل عنصر يمكن مصري يمكن عربي كمان
يتكلم على فكرة الحيوان ويقدم الكلب مش من باب السخرية ولا إنه النجاسة ولا ولا ولا، وإنه بالعكس في صفات حلوة جدا في الكلاب الحقيقة، الإخلاص والوفاء والحب الحقيقي الغير مشروط اللي مش موجودة عند بني آدمين كتير قوي. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نبدأ فقراتنا مباشرة. عندنا فقرتين، الفقرة الأولى نتكلم فيها مع الدكتور محمد صديقي عن التهابات المفاصل والانزلاق الغضروفي دي، وبتجينا أسئلة كتيرة جدا عنه وخصوصا منطقة أسفل الظهر، طبعا دي من المشاكل الكبيرة جدا. دكتور محمد صديقي استشاري المخ والأعصاب بمستشفى دريم. والفقرة الثانية كعادتنا يوم السبت نفتح التليفونات لحضراتكم مع نواب، اخترنا ثلاث دوائر النهاردة، أولا الساحل والخنكة، هنعيدهم تاني لأنه آخر مرة جت تليفونات كتيرة جدا ما لحقناش أصلا نجاوب على نص الأسئلة اللي جت لنا. وأيضا اخترنا يبقى النائب عمرو الجهري عضو مجلس النواب عن دايرة الساحل، والنائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب عن دايرة الخنكة، ومش عارفة يكون في دايرة ثالثة معنا، لا احنا معنا الدايرتين دول هنتكلم فيهم النهاردة إن شاء الله بإذن الله، ونتكلم في مشاكل هذه الدوائر وإيه أي اقتراحات أو أسئلة أو استفسارات عند حضراتكم. لكن تعالوا نطلع مع بعض نشوف هذا التقرير من داخل جمعية أسمع. الاهتمام والرعاية والإنسانية ليست حكرا على الإنسان فقط، فالحيوانات أيضا تحتاج إلى ذلك، فرعايتهم ليس أمرا ترفيهيا وإنه ضروري لبقاء النوع واستمرار الحياة. قامت جمعية إسمة بهذا الدور، فحرصت على أن تكون هي من يرعى ويهتم خاصة بكلاب الشوارع، فأقامت يوما مفتوحا بحضور المهتمين بالرفق بالحيوان. احنا تعودنا من فترة ان احنا كل عدة اشهر بنعمل حاجة بنسميها الأوبن داي، وهي بتبقى دعوة عامة ومفتوحة لمحبي الحيوانات ان هم يجوا ويزوروا الجمعية ويتعرفوا على نشاط الجمعية ويحتكوا بالحيوانات الموجودة عندنا، لانه في البعض منهم ما بيقدرش يجي ده بشكل دوري او المكان بالنسبة له مش سهل، فاحنا بنحاول نسهل عليهم الوصول، بنطلع اتوبيسات من الميادين الرئيسية وبنخلي الناس بنعرفها بالمواعيد وبندعو الناس انها تيجي وتشوف تتعرف احنا ايه جمعيات حقوق الحيوان في مصر دي، بنعمل ايه، ايه الحالات اللي موجودة عندنا، ايه طبيعة نشاطنا، ايه القضية اللي احنا بنتكلم عليها وباسمها. احنا كلنا موجودين هنا في المكان ده لخدمة حيوانات الشوارع، اي حيوان في الشارع بيكون محتاج مساعدة احنا بنساعده، وفي حالات طبعا بننقلها عندنا هنا عشان تتلقى العلاج عندنا، وزي ما انت شايفه الاعداد عندنا بسم الله ما شاء الله. يعني بيجي لنا تليفونات بتبقى في حالات مرميه في الشارع ما ينفعش ان هي تعيش، سواء قطط او كلاب او اي حاجه، حد بيكلمنا او بيعمل لنا بوست على الويب سايت بتاع الجمعيه، بنعرف فين مكان الحاله وبننزل ناخدها وبنبدا ان احنا نوجهها للدكتور، نحدد ايه اللي هي محتاجاه الاول، ايه الكيس بالظبط او السيناريو اللي عندها، وبعد كده بتفضل فترة النقاهة والعلاج موجودة في اسمها هنا. أنا عايزة أقول لكل الأطفال والكبار إن الكلب ما بيعودش، وحتى لو واحد بيخاف من الكلاب بيبعد عنه وهو مش هيجيله عشان يعوده، الكلب طيب ومش بيعض. لازم يدي ولازم يساعد ولازم نحب الحيوانات، حتى الناس اللي خايفة أنا بقول إن هم ييجوا هنا يشوفوا الحيوانات دي قد إيه هي كائنات طيبة وكائنات بتحب قوي وكائنات بجد ناقصها حب. يعني كلنا هنا، يعني أنا عارفة كل الناس اللي هنا وكلهم مش بيأثروا مع أي حد أبدا، ويعني هي قاعدة أي حد كويس مع الحيوان هيبقى كويس مع إنسان. حد يقول مثلا هتبرع لجمعية أو مؤسسة خيرية للحيوانات يقول لك طب ما البني ادمين اولى، لا هو ده روح ربنا خلقها وده روح ما تاثرش هنا ولا تاثر هنا. يعني انت شايف معظم الكلاب اللي موجوده دي اصلا كلها متعوره ومضروبه ومهروسه، وبعدين هو الخطر اصلا كمان ان تلاقي طفل صغير مثلا رابط كلبه وبيجرجره او قطع رجله، او ده اصلا سلوكان للبني ادم مش حاجه. لازم نفهم الناس من الاول ازاي يتعامل مع الحيوان، لان ده روح ربنا خلقها. لو كلمتي دينيا او كلمتي اخلاقيا او كلمتي اي حاجه ده بيظبط لك سلوكك مع كل حاجه تانية. الكلاب دي حاجة مخلوقات على فكرة وفية جدا، مش عايز تحسن ليها، مش عايز تحط لها شوية مية وأكل ما تأذيهاش. جملة أحمد فهمي في الفيلم دي أنا سقفت لها، وأزعم إن من بعد الصلاة كلها سقفت، وهو واقف بيكلم الكلاب كلهم، كان مشهد عبقري وبيقول لهم
بيقول لهم الكلاب لما بتتسعر البني ادمين بيموتوها بالنار، بس النهارده البني ادمين في منهم اتسعروا، بس الكلاب مش هتموتهم، هتقف جنبهم وتساعدهم. انا وصل لي قوي معنى ده، يمكن هي مش مقصوده، يمكن جايه كده زي ما بقول لك ضمن سكريبت الفيلم كوميدي، بس انا حسيت المعنى ده قوي. الجمعيه وجهت لي رساله ان انا احضر معاهم اليوم دوت بعد فيلم كلب بلدي. انا بحب الكلاب جدا وكان عندي كلاب، والفكره نفسها كانت عجباني. كنت بسمع كتير جدا عن جمعيات بتتبنى كلاب الشوارع او الكلاب المصابه او الكلاب اللي صحابها رموها بعد ما بيجيبوها. لا يعني عايزه اقول بس حاجه ليها علاقه بان الناس بتفتكر الموضوع لعبه، ان الله عندي كلب، لا الموضوع مسؤوليه، انت كأن عندك بيبي يعني. فالفكره عجبتني جدا، ولما جيت اصلا قلبي وجعني اول ما دخلت، بس بعد شويه اتبسطت ان في ناس لسه عندها الرحمه والادميه انها تهتم بالمخلوقات الاضعف منها. كرمت جمعية إسمة أبطال فيلم كلب بلدي الذي كان يعرض في عيد الأضحى الماضي باعتباره أول فيلم عربي يهتم بجوهر الحيوان. بمناسبة أيضاً احتفالنا باليوم العالمي لحقوق الحيوان، بنشكر الفنان أحمد فهمي لأنه أخذ المبادرة اللي كتير جداً خاف أنه هو ياخدها، واتكلم بلسان الحيوانات، واتكلم تحديداً باسم كلاب المصري، كلاب الشوارع المصري اللي بنقول عليها كلب بلدي أو كلاب بلدي. بنشكره جدا على الفيلم وعلى فكرة الفيلم واسم الفيلم وعلى أدائك الرائع، ونتمنى أنك تقبل مننا شهادة التقدير دي باسم جمعية إسمة. في ناس كتير قوي كانت بتساهم وبتساهم معانا وبتحاول معانا من فترة طويلة جدا في أنها توعي الناس بقضية الحيوانات وتوعي الناس بحقوق الحيوانات، ووعي انها قضيه مجتمعيه، ووعي ان عندها رساله لازم تأديها وتقولها من خلال دورها في الاعلام، وما بتخافش زي ما ممكن اعلاميين كتير يخافوا انهم يتألموا في القضايا دي. منا فاروق مذيعه صباح دريم، من المذيعات اللي اتبنت القضيه من زمان، ما خافتش على مكانها كمذيعه، ما خافتش من الانتقاد، عندها سلاسة في طرح القضية، عندها أسلوبها الواعي جدا في طرح القضية، ومن أكبر مساندي القضية منا. دي حاجة بسيطة جدا باسم إسمة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الحيوان. إذا كان في حد يستاهل شهادة تقدير في اليوم ده، أعتقد هي جمعية إسمة والناس القائمين عليها. الحيوانات كائنات حية لا تستطيع أن تعبر أو تتحدث عما يلاحقها من ألم، فكل ما تحتاجه مزيدا من الإنسانية، فإذا ما أحسنت إلى الحيوان يوما سوف يتذكرك دهرا. مها صبري، صباح دريم. بقول حالا دلوقتي الضيف الكريم ده بشكل الظهر والغضاريف وكده بقت منتشره كتير قوي، والسن صغر. يعني كنا زمان نسمع انه السن الكبير نسبيا هو اللي بيبقى عنده ايه، يقول لك يا ظهري والديسكو بتاع ده، دلوقتي شباب وصغيرين وبنلاقي المشاكل ده. فرد عليا الضيف الكريم وقال لي ده مرض العصر، الانزلاق الغضروفي والديسك والمفاصل وكل الغضاريف عموما وجعها متعب جدا. الحقيقه انه العلاج فيها صحيح تطور قوي، بس انت طول الوقت يعني من الحاجات من المشاكل الصحيه والامراض اللي حقيقي لازم تكون واخد بالك كويس قوي انت بتتعالج مع مين، وبتتعالج بتاخد ادويه شكلها ايه. اي حاجه متعلقه بالمخ وبالاعصاب، لان ده الجهاز العصبي الخاص بينا، واحنا مش ناقصين يعني، احنا اغلبنا عندنا مشاكل عصبيه ونفسيه نتيجه ضغوط حياتيه كثيره جدا. ضيفي الكريم اللي منورنا في صباح دريم الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بمستشفى دريم. يا اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الفل. يا صباح الخير. ليه حضرتك قلت لي بامراض العصر؟ الحقيقه هو علميا واحصائيا بنقول ما فيش واحد
على مدار عمره وحياته الا اشتكى من الم اما في رقبته او في ظهره. يعني ما فيش حد على وجه الارض كلها الا ومر بهذه المرحله. تمام. سواء هو صغير او هو شاب او هو كبر. الحاجه الثانيه يعني لما تيجي تشوف حضرتك يعني احنا ممارساتنا الحياتيه بتخرج مريض، يعني احنا بنربي الطفل الصغير انه يشيل شنطه فيها 15 كيلو كتب على ظهره بيوطي من بدايته. نوعيه الاكل اللي بقينا بناكله بقى غريب جدا، يعني كان زمان سندوتش الجبنه، سندوتش العسل، سندوتش البيضه، الكلام ده اختفى بقى كيس في الاخر، كيس حاجه مغلفه حلويات او حاجات من السناكس والكلام ده كله، جعلت العظم بتاعنا ضعيف جدا. الاكل بتاعنا في الشارع، يعني كنا زمان لازم نتجمع ونتغدى مع بعض او نتعشى مع بعض، النهارده كله بياكل فاست فودز. الاكل السريع زود وزننا، بقت عندنا مشكله كبيره جدا اسمها مشكله السمنه، بقى حمل زياده على العمود الفقري، بدا يشتكي. بدانا بعد كده طبيعه حياتنا، كان زمان الناس عندها وقت تمشي، عندها وقت تتريض، عندها وقت تمارس رياضه، دلوقتي حتى اللي عنده وقت الشارع. يمشي بس دلوقتي حتى اللي عنده وقت يمشي الشوارع الحقيقه لا تساعد ابدا الواحد يمشي جميل فيها. جميل جدا. يعني حتى اللي هينزل يمشي في الشارع نص ساعه دلوقتي هيطلع على دكتور محمد صديق على طول. واللي ربنا كرمه وجاب عربيه بيلاقي مطب برضه يخبط فيه، بيلاقي عربيه تشيله من ورا، بيسمع في ظهره برضه، بيسمع في ظهره. فبالتالي العمود الفقري بقى ضحيه لعوامل كتيره جدا ادت الى ان كل الناس النهارده بقوا مرضى اعتباريين لمشاكل العمود الفقري. مظبوط، ده حقيقه. العمود الفقري تركيبه غريب جدا، سبحان الله. العمود الفقري ربنا خلقه من وحدات صغيره جدا من العظم كده بنسميها فقرات، يفصل ما بينها حاجه زي المخده او زي المرتبه، ده اللي بنسميها الغضاريف عشان نبسط الموضوع بس ببساطه. حلو جدا. ربنا كان قادر ان يخلق العمود الفقري زي الخشبه كده، حته طويله كده زي الشاسيه بتاع العربيه كده، ماسك من اول الراس والرجلين والايدين، يبقى زي الانسان الالي اللي بنشوفهم في الافلام بتاع الخيال العلمي. مش كده؟ طبعا. ليه اتخلق بالتركيب الفظيع الجميل الهندسي الرائع ده وحدات صغيره بينها مسافات؟ علشان يدينا انحناء واقدر اوطي واقدر اقوم واقدر اشتغل واقدر اقعد مستريح مع المطب، جسم ياخد ويدي معانا كده مع القعده، ما بقاش قاعد متضايق. تعرف حضرتك لو عمودنا حصل فيه التيبس وده مرض او تحول الى وحده واحده، الام مبرحه، لا بنعرف ننام ولا متخيله واحد وهو نايم عباره عن حته خشبه كده يتقلب ازاي؟ ده محتاج حد يساعده. فالتركيب الفريد والجميل جدا اللي ربنا خلقه في العمود الفقري وحدات متراسه صغيره باحجام كده، ما بينها اربطه وما بينها غضاريف في النص اللي هي بتحمي، وجواها الجهاز العصبي، وده اهم ما في الموضوع. مشكله الناس في الالم بتاع العمود الفقري اتهيأ لها ان انا لازم حاجه بس تسكن الالم. القضيه مش كده، القضيه اكبر من كده. طبعًا. القضيه ان انا ادور على ايه اللي جاب الالم، لان اللي بيشتكي وبيعيط وبيبكي مين هو؟ الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ده خطير جدا. ربنا خلق الجهاز الوحيد المحمي في جسمنا هو المخ والحبل الشوكي والاعصاب، كلها جوه عظم. سبحان الله. كل الاجهزه، القلب، الكبد، الكلى، كل حاجه بره. مش كده؟ الحاجه الوحيده المحميه بطبقات كبيره جدا وحواليها كتل اسمنتيه وخرسانيه هي مين؟ الجهاز العصبي. فبقى بالتالي انا عينيا مش على شكوتي، مش على كلمه الالم وروح اجري خد مسكنات. وده اللي حضرتك عارفه، الناس كتيره جدا بتصرف استخدام مسكنات. طبعا. كل الناس معدتها باظت، كلهم جالهم مشاكل في المعده، قرحه في المعده، تليف في الكبد، مشاكل في الكلى، حالات النزيف، حالات هشاشه العظام، حالات الكسور اللي بقى بسبب المسكنات اللي بتتاخد من الام الغضاريف. سوء استخدام، يعني احنا ما بنستخدمش حاجه. هنا دكتور حاجه من الاثنين بصراحه، يا اما الطبيب من الاصل ما نبهش على المريض وقال له، عشان كده كنت لسه من شويه بقول ان المخ والاعصاب من الامراض اللي حقيقي لازم التحري كويس قوي قبل ما اروح اختار الدكتور اللي اتعالج معاه. تمام. يا اما بيبقى طبعا المريض بيستسهل، يقول لك لا انا اروح تاني للدكتور، طب عمليه، طب الظهر، طب كذا، فاكمل على المسكنات، بس بيتعب قوي بعدها الصراحه. وبعدين هي الصحه عندنا فيها مشكله في الثقافه. احنا عندنا الموروث بتاعنا ان الناس اللي بيشتكي من حاجه يا اما عنده مسكن في البيت بيجيبه، ده من الفيديوهات مثلا، ده من الفيديوهات، ده بيبين يعني ايه كلمه عرق النسا اللي هي مشهوره او انزلاق غضروف. دايما النسا كده حاطينهم في اي جمله وفيها الم وفيها مشاكل، هي عشان الموضوع يعني الموضوع يبقى احلى لازم يتحط كلمه النسا في الموضوع. مع ان في ناس عندنا كتيره جدا لما تسمع يقول لك عرقه النسا، تخيلي بقى مريض جاي لك من الصيد تقول له عندك عرق نسا، ممكن يتخانق معاك على طول. تمام. احنا لو نبص هنا اكتر، الانزلاق الغضروف هو عباره عن ايه؟ ده الغضروف اللي هو الوساده اللي هي ما بين الفقرتين وبعض. الغضروف طول النهار شغال زي السوسته رايح جاي طالع نازل، حضرتك قلت لنا في وحدات، اللي فيه وحدات في النص كده، في زي مرتبه. بالظبط. المرتبه دي بقى من كتر الاستخدام والاستخدام الخاطئ تبدا انا ضغطت عليها جامد انفجرت المرتبه بتاعتي. المرتبه لما بتنفجر او الغضروف لما بينفجر بيروح فين؟ بيرجع ورا يضغط الاصفر ده هو عصب. سبحان الله. ما عادش كده بس، ده بدات تكون زوايد عظميه، ودي الاخطر في الموضوع بقى.
الزوايد العظميه المشرشره دي كلها بدات تدخل وتضغط على مين؟ على الغلبان جدا اللي في النص ده، مجموعه الاعصاب اللي خارج ده العصب. السوسته اشتغلت، الحركه بتاعتنا شغاله، بدا يحصل قطع. القطع ده حصل تاكل في الغضروف، الفقره بدات تتحرك. الصوره اليمين دي بنسميها انزلاق فقاري، الشمال دي اسمها انزلاق غضروفي. انزلاق فقاري. فقاري يعني انا عندي مشكلتين ببساطه جدا في العمود الفقري. يا مشكله خاصه بالغضروف نفسه بنسميها انزلاق غضروفي او مشاكل في الغضروف. مشكله خاصه بالفقره اللي هي فوق الغضروف بقى اسمها انزلاق فقاري. يعني لو الغضروف باظ بنسميه انزلاق غضروفي، لو الفقره نفسها اتغير مكانها واتحركت من مكانها بقى اسمه انزلاق فقاري. انزلاق فقاري الفقره انزلقت، اتحركت، ثابت مكانها وراحت حته ثانيه. هي بتروح فين؟ الفقره بتتنقل، لكن هي مش بتنقل لوحدها، اصل في حلقه في النص كده جوه جسم الفقره وماشي فيها مجموعه من الاعصاب، تاخدهم وتطلع بيهم كده لقدام. هو ده اللي ساعات بنسمع من الدكتور يقول للمريض الزلال او الماده اللي مسؤول، الهلاميه اللي مسؤوله ان هي تخلي الوحدات دي ثابته مكانها. تمام. مستواها قل فلازم ننجكت الماده بتقل أكتر. الماده بتتاكل، الماده الجراب اللي ربنا جعله يحافظ عليها انقطع، خرجت بره، وهي لما بتخرج بره الحقيقه ما بتفضلش ماده، تتحول الى يعني زي الحصوه كده، زي الزلطه. ايه يعني يحصل لها حاجه اسمها تيبس وتكلس. بسرعه تستدعي الكالسيوم اللي في الجسم، يبدا يكون عظمه. تخيلي بقى عظمه فوق العصب ده بعد ما كانت يعني ماده طريق الواحد زي ما يبقى نايم على مخده، وتتحول المخده الى صخره. مؤلم جدا. مؤلم عشان كده الام العمود الفقري الحقيقه الام رهيبه جدا، ومش لازم يكون الوجع في الظهر، لان احنا بنتكلم بنقول 40% فقط هم اللي عندهم مشاكل في الايه، الم يحسوا في الظهر بس. لكن 60% الالم يسمع على الرجل وينزل على الرجل، وده اللي كان عشان كده اطلقوا عليه اسمه عرق النسا او عرق النسا، اللي هو السياتيكا، اللي هو بينزل بقى في الرجل وبيسمع على تحت. وقالوا بعد كده بيسموه النسا من كتر الالم، فبيبقى المريض عايز ينسى الالم من كتر الالم. هو سموه ده الترجمه بتاعته. قال لك لا، هو كان زمان الحقيقه دايما يجي في الستات كتيره جدا ايام ما كانوا بيوطوا ويمسحوا في الارض وبتاع والكلام ده كله والشيل الكتير والحاجات دي كلها، فكان مشهور. فقالوا عرق النسا، ترجمته اسمها النسا سياتيكا. الاخر عمل الم نسا بالانجليزي، سياتيكا. ترجمته باللغه العربيه النسا. نسا. اوكي تمام. يدينا الم، يدينا تنميل، يدينا خدلان، يدينا حرقان، يدينا وجع، يدينا كهربا بتجري في الرجل. يدينا ناس بتشتكي يقول لك ده انا بحس ميه نار بتغلي. في بقى هنا اختلاط رهيب عند بعض الناس ما بين عرق النسا وما بين الحزام الناري. بالظبط. الحزام الناري بيدي نفس الاعراض بس بيبقى على مستوى اقل وفي حته محيط بسيط، يعني هو من النادر حدوثه في منطقه الرجل. المناطق الاكثر حدوثا بتاعته منطقه الصدر والاعصاب اللي هي بتاعه جذع المخ. الحزام الناري؟ ايه ده مش منطقه البطن والمعده؟ ما هي من عند الحوض لحد الرقبه من هنا، دي اشهر الاماكن بتاعته. يعني ودايما بيبقى حزام، يعني كانه محزمني كده. يبدا من ورا من العمود الفقري من ورا، يبدا يلف لقدام. ياخد العصب الحسي، وده عاده بيبقى فيه فيروس او التهاب، بيبقى ميه نار بتغلي. رهيب. عشان كده بيسموه ايه؟ الحزاز الناري او الحزام الناري. هو كده. طيب الغريبه بقى انه ده في ناس بتقول لك معدي. في البدايه بتاعته بيبقى معدي لان هو جزء منه. انا عمري ما سمعت عن مرض مخ واعصاب معدي. لا هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو مش معدي انك مجرد تلمسيه يعدي. امال لا، هي القضيه ايه؟ ان في عندي من ضمن الاسباب بتاعه الحزام الناري الفيروس. ان في فيروس بيدخل جوه الخلايا العصبيه ويفضل كامن الى ان ينشط، يبدا يجي بيحب جدا الجزء الايه الخاص بالاحساس، لان العصب جزئين، جزء حركه وجزء احساس. يحب قوي الجزء بتاع الاحساس، يبدا يولع فيه، يبدا يكهرب فيه، يبدا الالم بتاعته. الكهرباء دي الاعراض بتاعته في البدايه ممكن يبقى مجرد الالم بس وما تشوفيش حاجه على الجلد. بعد شويه تلاقي يبدا يحصل، دي المرحله اللي بيحصل فيها العدوى بقى. يحصل زي ايه؟ فقاقيع صغيره جدا على الجلد، سقاليل صغيره جدا بتبقى زي اكياس مائيه صغيره. ديت اللي ممكن السائل ده بيحتوي على الفيروس، ودي مده ما بتزيدش مدتها عن يومين الا 3 ايام، وبعد كده بتختفي هذه المده. سبحان الله. ينتهي المرحله اللي هي ايه اللي ممكن يبقى قابله للعدوى. بس مش العدوى الوبائيه يعني. تمام. لكن ممكن يحصل عدوى. وارد. طيب. عايز اسال كمان على حاجه من الحاجات اللي برضو منتشره والناس بدات تسمعها كتير السنوات اللي فاتت دي، التهاب العصب الخامس. ايه الحكايه؟ يقول لك دلوقتي شباب وناس صغيره وناس رياضيه وناس بتاع، يقول لك فجاه عندي التهاب في العصب الخامس قاتل. علميا انت عارف اكتر الم الناس بتحسه كتير قوي في العالم كله هو الم الولاده، مش كده؟ نص سكان العالم سيدات ونص سيدات، والسيدات معظمهم بيولدوا مره واثنين وثلاثه، فيقول لك اكبر الم في العالم هو الم الايه؟ الولاده. طبعا الست عندنا في مصر بالذات لما تيجي تولد لازم تلم الشارع الصريخ والصوت وهي في طرقه المستشفى وهي داخله المستشفى عشان حفل الاستقبال. الم الولاده لما جم يقننوه قال لك هناخده كمقياس، يبقى نسبه واحده، رقم واحد. تمام؟
طيب ألم العصب الخامس كام؟ 3 أضعاف ألم الولادة. يا خبر أبيض. يعني أنا عايز بس أقرب بقى الموضوع. يبقى ألم الولادة أنا أقول إن الراجل عمره ما يقدر يستحمل ألم الوجع ألم الولادة. جميل. يعني الوجع بالظبط. ألم الولادة الرهيب جدا ده هو فعلا جامد جدا وصعب جدا وكل حاجة، بس لما نيجي نقول نسبيا هو ايه بالنسبة للألام الأخرى، ألم العصب الخامس يعادل 3 أضعاف. ممكن تشاور لنا على الصورة دي كده، فين العصب الخامس بقى ده؟ يعني العصب الخامس ده فوق في الوش، يعني في المنطقة بتاع الوش. هي دي احنا هنا بنتكلم لسه في الرقبة من ورا الفخري. في الرقبة من ورا يعني هيجي دلوقتي. لا يبقى نكمل بعد إذنك. العصب الخامس العصب الخامس اتفقنا ان ألامه ممكن تبقى رهيبة جدا. والعصب الخامس ده هو عصب في البداية عصب حسي، يعني بيدي وجع إحساس. العصب الخامس 3 أضعاف وجع ألم الولادة. طيب وإيه رأيك بقى إن في نوع من الصداع النصفي ضعفين ألم الولادة. يبقى ألم الولادة هو الترتيب الثالث في الألام مش الأول. يبقى أنا بتكلم لا أنا ملاحظة دكتور أنا حضرتك من أول الفقرة جاية على مرأة أوي. لا 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 ماليش دعوة. لا هو ألم الولادة أصعب ألم في الدنيا، وما فيش راجل على وجه الكرة الأرضية يقدر يستحمل الألم. الجديد إن هما بقوا الرجالة بيحملوا دلوقتي بره. الحقيقه هو الم رهيب جدا، ودايما اسبابه كتيره جدا، منها اسباب نتيجه لوجود التهابات او وجود فيروسات او وجود بعض الامراض زي امراض التهابات الاعصاب. صداع النصفي المايجرين. المايجرين طب ما دي بقى بقى يا دكتور ناس كتيره جدا تتكلم في الموضوع ده. يقول لك صداع النصفي بيقعدوا سنين ياخدوا الدواء اللي هو المسكنات المعروفه بدون ما اقول اسماء بالزبط. يعني ولما بقى خلاص الموضوع يبطل يجيب اي تاثير معاهم فيبداوا بقى يلجأوا الى المتخصصين في المخ الاعصاب. يقول له ده صداع نصفي مش 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 بقرص، مش الصداع العادي، الصداع العادي ما يستجيبش للمسكنات، انه ده الناتج عن التهاب العصب. وبعدين اسبابه زي ما بنقول كتيره جدا، يعني ممكن يكون فيروس، ممكن مشهور مرض زي اسمه التهاب الاعصاب المتناثر الدي اس او الام اس، يجي في العصب الخامس وبيحبه جدا، يعمل الام رهيبه جدا. الحقيقه بيبقى الامه لا تحتمل، والعلاج بتاعه موجود. يمكن العلاج ساعات بيطول شويه، بس لازم يبقى ماشي تحت اشراف طب وبخطه طبيه. يكثر اكتر في مرضى السكر، يكثر اكتر في المرضى العصبيين، يكثر اكتر في السيدات، عشان تبقى برضه عارفه حضرتك السيدات. العصب الخامس. العصب الخامس. يعني شفت غلابه ازاي؟ هم غلابه وحاسين جدا وبيبقوا متوترين كتير جدا، فبالتالي يبدا يتقاطع. بيزيد جدا تحت الضغط النفسي، يعني الحقيقه الضغط النفسي هو اكتر حاجه بتهد في الجهاز العصبي وتهد في البني ادم يعني الحقيقه. فده طبعا شيء خطير جدا. الالام بتاعتنا اللي كانت في العمود الفقري الحقيقه ممكن تبقى في الرقبه وتسمع في الدرعين والكتفين، يبقى دي مشاكل جايه من الفقرات العنقيه. والفقرات العنقيه خطيره جدا لان جواها الحبل الشوكي. العصب الخامس بمشاكله بالالتهاب بالاعراض اللي حضرتك قلت عليها دي، هل ليه علاقه بكهربه المخ؟ لا علاقه بكهربه المخ. طيب الدواء مش ممكن ندي دواء يشتغل انه يرفع الكهرباء يظبطها شويه؟ احنا بنحاول نوطيها، احنا بنحاول نوطي. هو ده معنى كده ان الكهرباء تبقى عاليه؟ بتبقى الكهرباء عاليه، بيبقى الفولت عالي. عرفت على الهوا ان انا عندي الكهرباء عاليه، انا بقول برضه قلبي كان حاسس. ايوه زمايلي بيقولوا لي قلنا لك يا استاذه من الاول ان الكهرباء عندك عاليه. الفاتوره بتيجي جامده شويه في الكهرباء، استهلاك عالي. الحقيقه يعني الادويه مش بتوطي الكهرباء؟ لا ده احنا هي بتوطيها، قصدي بتعلي الكهرباء؟ احنا بنحاول نوطيها. بتوطيها. يعني احنا عندنا حاجات نحاول نعلي بها الكهرباء. في امراض زي بتاعه المخ ودمور المخ وخلايا المخ العصبيه وضعف الخلايا والجلطات والكلام ده كله. وعندنا ادويه نقدر نوطي بها الكهرباء زي النوبات الصرعيه بانواعها كتير، لان الصرع اكتر 108 نوع، انواع كتيره جدا. والصداع النصفي هم الحقيقه لقوا ان في ملاحظه احنا مش لاقيين لها تفسير علمي بالظبط، هي ليه بعض ادويه الصرع تنفع في علاج العصب الخامس. احنا مش لاقيين له سبب، بس اكتشفوا ان الماده الفعاله بتاعته بتعمل استابلايزيشن، يعني بتثبت الجدار بتاع الخليه العصبيه، تخلي الاحساس بالالم يقل، وتخلي ان الخليه اللي بتطلع كهرباء زايده، هي فيها كهرباء زايده، الكهرباء الزايده دي تبدا تتهد كده وتنزل وتهدى الى ان تصل الى مرحله الهدوء. المشكله بقى اللي بيحصل ايه؟ ان بعض المرضى بيعملوا ايه؟ يقول لك هم بيفهموا ده، خصوصا يعني المرضى اللي بتقرا او كده، بيفهموا الوصف اللي حضرتك قلته ده، فيعمل ايه؟ يشتغل على نفسه، يدي نفسه قرص زانكس، ياخد الكالمي بام، يبدا ياخد الحاجات اللي بتهدي دي، فيلجا لسكه المهدئات. هو كده مش فاهم انه بيضر نفسه اكتر، لان دي ليها علاج اعصاب. من المهدئ الى المخدر الى الادمان، وما خفناش وبنتالم وبنقوم في انصاص الليل نصوت ونروح نشيل صف اسناننا كله عند دكتور الاسنان. اصل الالم يا اما بيبقى في الجزء الفوقاني او في الاوسط او تحت، او ياخد الثلاثه مع بعض او ياخد اثنين مع بعض. دكتور حضرتك موجود في مستشفى دريم النهارده؟ موجود. انا جايه لحضرتك ان شاء الله. ناخد على التليفون، استاذنك ناخد بعض المواطنين ليهم اسئله عند حضرتك. نبدا بدعاء. صباح الخير يا دعاء. الخير. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت بس انا عايزه اسال الدكتوره على حاجه. معاكي. هو يا ماما عندها رجلها بتوجعها قوي. سامعني حضرتك؟ يا حبيبتي سامعينك، الف سلامه. رجلها ربنا يخليك، رجلها بتوجعها وركبها كده،
وكشفت الدكتور قال لها الركب مفرقين عن بعضهم. انا مش فاهمة ايه ده. وتاني حاجة رجلها كلها بتورم. مش عارفة برضه سببه ايه. عندها كم سنة؟ عندها كم سنة؟ هي يعني حاجة وخمسين. الوزن اخباره ايه؟ هي تقيلة شوية. تقيلة شوية. الوجع بدأ في الظهر وبدأ يسمع في الرجل؟ هي على طول رجلها بقى بتشكي منها دلوقتي ومش بتقدر تدوس عليها خالص ومش عارفين نتصرف. رجل اكتر ولا رجل واحدة ولا الاتنين؟ الاتنين. لو مشيت بتتعب؟ اه. الوقفة بتتعبها؟ اه طبعا. قاعدة على كرسي بتتعبها؟ مش عارفة والله، بس هي يعني هي دلوقتي مش جنبي، بس هي تعبانة ومش بتقدر ترفع رجليها. وكشفت الدكتور قال لها ما تقفيش كتير وما تتحركيش كتير. وما عايز تسألها على سكر او ضغط او حاجة؟ هنجاوب. عندها سكر او ضغط او حاجة يا دعاء؟ ضغط. طيب حبيبتي اوكي، حالا دلوقتي هناخد اتصال بس والدكتور يرد عليكي حالا. يا دعاء والف سلامة على ماما. يا عم رجب الاقصر. صباح دريم عليكي. يا صباح الفل عليك. وبصبع على الدكتور ودروح، حسيت ان فعلا صباح دريم بكل منزل للغلابة. ربنا يخليك يا رب. بصراحة يعني ربنا يخليك يا عم رجب. عاوز اقول للدكتور انا عندي اربع انزلاقات غضاريف في رقبتي. اربع انزلاقات في رقبتك؟ في الرقبة. ورحت كشفته في مصر، قالوا لي لازم تعمل عملية خلال 72 ساعة هيحصل عندك شلل رباعي. فما حصلش نصيب وما عملتش العملية. عندي رحشة في اليد الشمال وفي رجلي الشمال. وعندي حاجه كده زي اللي ماشي بعرض في الشمال. تمام. يا ريت تفيدني يا دكتور ان انا اعمل العمليه مثلا. عندك كم سنه عم رجب؟ عندي 56 سنه. تعالج من ضغط السكر ولا حاجه؟ الحمد لله ما فيش ولا حاجه غير الاربع انزلاقات. واي دكتور يقول انت المفروض ما تطلعش من البيت. بقى لك كم سنه بتشتكي عم رجب؟ ليا سنتين بالظبط. سنتين؟ اه سنتين. تمام. عينيا يا عم رجب. حاضر حاضر الدكتور حاضر. حالا دلوقتي هيرد عليك ويقول لك كده، يدي لك نصيحه حلوه نشتغل عليها ان شاء الله. شكرا يا عم رجب. تحب تجاوب على مين الاول؟ هنقول لها الاول يعني طبعا هو الموضوع واضح ان في عندنا مشكله بالظبط، مشكله في العمود الفقري، والمشكله دي بتبدا دايما في اسفل الظهر، تبدا تاخد الرجلين تسمع في الفخذ والهنش وتنزل على الرجل، ممكن توصل لحد صابع الرجل. الاول بتبدا بشويه تنميل، شويه وجع، شويه خدلان، بعد كده الالام تبقى مبرحه، بعد كده مش قادر اقوم الصبح من على السرير، مش قادر افرد اخد امتي. السيدات دي شكوتهم. الشكوى الاكبر اول بتقف في المطبخ بقى، تقف في المطبخ ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، خلاص انا حاسه ان ظهري اتقسم نصين مش عارفه اتحرك. الوزن زياده، يعني ما احنا عندنا في حاجه اسمها ريسك فاكتور، العوامل الخطوره. ايه هو؟ حركه قليله كحركه كمجهود يفيد الجسم، شغل كتير بنوطي وبنشيل وبنمسح وبنغسل وكلام من ده، وزن اوفر بقى على العمود الفقري. المشكله بدات من فتره وبتزيد. طيب هنقسمها لجزئين، جزء ما يخص العمود الفقري والجزء الثاني بقى المفاصل. يعني انا النهارده الركبه دي حاجه اسمها مفاصل. يعني ايه الدكتور بيقول لها يعني ايه عن ركبتينها فصلوا عن بعض؟ مش فاهماها. الركب قربت من بعض او دي دايما لما بيحصل تاكل في الغضروف ويختفي السائل اللي هو موجود في الركب بتبدا العظم نفسه. ربنا خلق الركبه فيها سبيس، فيها مسافه، المسافه دي بيبقى فيها غضروف، بيبقى فيها سائل زلالي وفي اربطه محيطه. تبدا الاول السائل الزلالي يختفي، ما يسمى الخشونه، بعد كده يبدا الغضروف يتاكل، اسمه تاكل الغضروف، تبدا الركبه تبقى سايبه وتطقطق وتبقى عامله عارفه زي كانك بتدوسي على ملح مجروش كده طول وطالع على السلم نازله من السلم، كل ده بيأثر. هنقسم الموضوع زي ما اتفقنا جزئين، جزء ما يخص العمود الفقري وجزء ما يخص المفاصل. العامل المشترك ما بينهم السمنه. لو قدرنا نخسس وزننا الظهر هيستفيد والركب هتستفيد، لكن احنا لازم نشخص. يبقى لازم نعمل ايه؟ اشعه. نعمل اشعه عاديه واشعه رنين مغناطيسي على الظهر وعلى الركبه. ونروح لحد بقى متخصص يجي يبص على الايه المشكله الموجوده عندنا. تمام. العلاج دايما برضه عشان الناس ما تتخضش، هو كل واحد عنده غضروف هنقول له تعالى نعمل عمليه؟ ما دي المفهوم الخاطئ. احنا بنقول 80 الى 90% عمليات الغضاريف صعبه قوي يا دكتور، صعبه قوي قوي قوي. انا متفق مع حضرتك، بس تعالى نحطها في اطار صعب عشان تحضير قبل العمليه وصعبه وقت العمليه وصعبه جميل. فيما بعد جميل. العمليه. انت لو جيت لنا بقى في دريم تتفرجي على الشغل اللي احنا بنعمله والعمليات. لا انا حاجزه مكان عند حضرتك. لا مش هصور. لا تدخلي انا حاجزه ضيف مستشفى دريم. ترى الامكانيات الجميله جدا والشغل. اصل بصي دايما العلم حلو، دايما العلم حلو والمنطق جميل جدا. يعني احنا عايزين نفهم هو انا ايه وصلني ان انا يبقى عندي غضروف ما عادش قادر امشي؟ انا بقى لي كام سنه؟ عادة 10 15 20 سنة. طب بنعمل ايه؟ بناخد مسكنات وريح شوية، اول ما ربنا يكرمني ابدا افتري تاني واشيل واحط تاني بالزبط. ما عندناش المنطق بتاع تعالى ندور على ايه المشكلة وتعالى نحلها. صح. طيب هل تعلمي حضرتك ان 80 الى 90% من اللي عندهم انزلاقات غضروفية حقيقية بيتعالجوا بيخفوا بالعلاج؟ ايه رأيك؟
ده خبر حلو ولا بدون عمليات بالعلاج؟ رائع طبعا، رائع. يبقى 80 إلى 90%، بس ال 80-90% دول خلي بالك في من 10 إلى 20% تانيين لما بنتاخر ما عادش ينفع علاج. يبقى ساعتها بقى حضرتك فقدت الجزء اللي هو التاني في المرحله بتاعتنا. طيب. علاقه الطبيب بالمريض في العمود الفقري هي 3 مراحل. المرحله الاولى هي المرحله العلاجيه، تعالى لي في الاول اعالجك من عينيا. طيب انت حضرتك ما جيتش في المرحله دي ودخلنا في مضاعفات، وهنقول ايه اللي يخلينا نعمل عمليه. اقول لك بص بقى، انت في المرحله اللي انت محتاج عمليه واعملها، والا هندخل في المرحله الثالثه اللي انا لا الاقي علاج يريحك ولا لا عمليه اعملها لك. ما انت ممكن تجي لي اقول لك مش قادر اعمل عمليه، او ما عادش ينفع اعمل عمليه، او لو حصل مضاعفات. احنا بيجي لنا ناس حصل لهم سقوط في القدم، رجليهم بدا يحصل فيها شلل، على كرسي بعجل، الام مبرحه، والعظم بقى فيها شاشه، ودخل في مشكله لانه بقى عنده فيروس في الكبد، وعنده مشكله ان القلب، عضله القلب من كتر المسكنات بدات تتعب، او لو عنده سكر كمان، السكر عيله بقى في السمع، تلاقي كميه من المعوقات اللي هي تاثر على نتيجه بقى الكومبليكيشنز، تاثر كتير جدا على النتيجه بتاعتي في العمليه. فبالتالي احنا بنقول متى نقوم باجراء العمليه، ده اهم حاجه في الموضوع. يعني مش اي حد كده نعمل عمليه، ومش اي حد يقول عمليه، يعني برضه عشان نبقى عارفين التخصص مهم جدا كجراحه مخ واعصاب وجراحه عمود فقري. لان والاجهزه المتطوره تفيد فعلا في الحاله دي جدا جدا. احنا كنا جايبين موريين ازاي بقى المشاكل بتتحل. معانا يا شباب صور للاجهزه اللي في مستشفى دريم، هقول لحضرتك الاجهزه الجديده اللي بتعالج هقول لحضرتك عندنا حاجه غريبه جدا. احنا كمان ما ردناش على عم رجب ومعانا اتصالات، هرد على عم رجب. ممكن ناخد في ناس عايزه تسال حركة اسئله ثانيه قوي، ممكن معاك قوي، ونجمع ونرجع نجمع الاسئله وهنجمع كل حاجه. استاذ منصور من الغربيه، صباح الخير. الو، طيب معلش حقك علينا، اتصل بينا مره تانية عشان طولنا عليك. استاذ عادل، الو، اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. صباح الفل. والله ممكن اكلم الدكتور؟ معاك، اتفضل يا عادل. انا كانت جات لي جلطه من 3 اشهر، ايوه، فاتعالجت منها والحمد لله. فانا دلوقتي في، هل جالي تعب من في وسطي، ما اقدرش امشي 7 دقايق على بعض، تمام، وتنميل في رجلي الشمال، تمام، هل دوت مضاعفات يعتبر العصب الخامس زي سعادتك ما بتقول؟ لا، ده ملوش علاقه بالعصب الخامس، ده له علاقه بالفقرات. بالفقرات، بالفقرات، اه ملوش علاقه بالعصب الخامس خالص، تمام. يرجع للوزن، الوزن الزياده وتاثير الجلطه زمان، لما بيبقى عندنا جلطه بتعمل ضعف في بعض العضلات، فبيبقى التحميل زياده على العمود الفقري على جنب اكتر من جنب، وده كتير جدا بنشوفها في بعض الناس بعد ما بياخدوا علاج الجلطات فتره، يبدا يتحسن، المشيه بتبقى غريبه شويه او بجنب شويه، فيبدا تحميل على العمود الفقري. طبعا هنتكلم دلوقتي ازاي نشخصه وازاي نعالجه ان شاء الله بامر الله باذن الله. انا بشكرك يا استاذ عادل والف سلام عليك. نرجع بقى على سؤال عم رجب، 4 انزلاقات في الرقبه مخليه ماشي يعرج برجله الشمال، وبدا اللي احنا قلناه في الظهر ان عندي فقرات وعندي غضاريف وعندي عصب. طيب تعالي بقى الرقبه، نقول عندي فقرات وعندي غضاريف وعندي عصب وعندي حبل شوكي، هي دي خطوره الموضوع في الرقبه بقى. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي اللي شايل كل الاوامر اللي طالعه من المخ عشان تتوزع وتنزل على الجسم كله. الحبل الشوكي بيمتد طول الرقبه والمنطقه الصدريه، وبيخلص بنهايه المنطقه الصدريه، المنطقه القطنيه بنسميها جذور الاعصاب. الكابل الرئيسي كأنها ده كانها زرعه كده، والجذور الروتس انت عارفه بالانجليزي بيسموها ايه؟ كودا اكواينا، زي ديل الحصان. ديل الحصان نازل كده، وبعد كده في الاخر ديل الحصان يبقى شعره في الاخر جميل طويل كده، هي دي الضفيره العصبيه بتاعتنا اللي بتسمى الضفيره العصبيه، برضو راجع للضفيره والشعر. طيب الرقبه خطورتها ايه؟ الغضروف ده لما بيكبر اول حاجه بيعملها بيرجع لورا، يرجع لورا هيضغط ويلمس الحبل الشوكي يعمل تقل. في ناس عندها مشكله غضروف في الرقبه، بس برقبته زنبلك بتتحرك وبتلف وبتيجي كل حاجه. طب وفي ناس تقدر تحرك يمين وشمال بس فوق وتحت؟ تحرك يمين وشمال بس انا هقول لحد لا او العكس، في كل الكلام ده كله موجود وهنقوله. الرقبه ممكن ما يبقاش عندي الم في الرقبه، بس مسمع في ايديا وكتفي ودراعي وتنميل في ايديا وخدلان، وصبعي ده واللي جنبه بينمل وبيخدل. في ناس يقول لك ده انا عايز اقطع دراعي، ما اعرفش انام لا بالليل ولا بالنهار. وخاصه بقى بتزيد مشاكل الرقبه في مين؟ ممكن نشرح على الشكل ده كده، بتزيد مشاكل الرقبه بالظبط. هنا العمود الفقري والجزء الاسفل ده اتفقنا القطنيه، أيوة، والضهر. الجزء الاعلى هو المشاكل بتاع الفقرات العنقيه. ايوه، الجسم البني ادم سبحان الله، انت عارفه الشماعه بتاعتنا لما بنجيب شماعه اللي بنعلق عليها البدله او البالتو او حاجه زي كده، لها رقبه صغيره جدا اللي بتعلق منها، والرقبه دي اضعف حته في الشماعه لانها شايله الجسم كله، وكله بقى متعلق على الحته الصغيره دي. يبقى ايه التحميل بتاع الجسم كله في الاخر منصب فين؟ فوق. طيب العمود الفقري بيتحرك،
وهو ربنا خلقه عشان يتحرك، ما ينفعش يبقى ثابت، لان لو بقى ثابت ده مرض اسمه تيبس في العمود الفقري. ايوه تيبس الفقرات، تيبس العمود احنا بنقولها تيبس فقرات بالزبط. يعني احنا معلوماتنا كده جميل. طيب العمود اللي الفقري اللي هو تحس ان الايد متخشبه والظهر متخشب، ادي الفقره ربنا خلقها كده، اللي ورا الجزء الخلفي ده اللي بنسميه مجموعه الاعصاب، اللي في النص الجميل ده ده اللي بنسميه الغضروف. الغضروف اول ما يتعب يبدا يخرج بره ويضغط على العصب اللي هو لونه ازرق ده، ده اللي اسمه الغضروف، اللي هي الوساده اللي هي ما بين الفقرات وبعضها. طيب هو الغضروف ده لما يتعب ويمرض شويه يبدا السائل بتاعه يقل، يبدا يكش بالمنظر ده. كش خلاص اهو صغر ويبدا يخرج منه حته كده زي البوزه كده. ايوه هي دي اللي تضرب في العصب، عشان كده يقول لك يا شاور كده، هي الحته دي. طيب والجنب الشمال وقف لي هنا والنبي بقى وقفت. عشان انا بقى بتكلم على حاله انا عارفاها بنفسي. ايوه لصديقه، شوفي انا عايز اقول لك، شوفي الغضروف هنا. الغضروف كسر الفقره بعد كده. دي عملت مشكله، دي حته اهي الغضروف. انا ما عدتش قال الغضروف كان بيشيل، ما عادش بيشيل. طيب فقره الكسر بيحصل ساعات ايه الحته البروز اللي حضرتك قلت عليها دي، النتوق. ايوه الحته الزياده دي تمام اللي بتطلع بره بالظبط، فبنعمل لها عمليه. أيوة. بنعمل لها عمليه بتشيل، بيتم استئصال الحته دي. تمام حلو الكلام. حلو تمام. صديقه اعرفها الحاله دي بشكل شخصي عملتها ورجعت لها بعد سنه ونص تقريبا تاني او سنتين. اقول لك ليه. ليه ليه هو ده الكلام؟ ليه نقول بقى ليه؟ ايه القصه بتتشال؟ امال اللي حصل اللي حصل هقول لحضرتك حاجه. الغضروف هو عباره عن كيان كبير جدا، الحته اللي خرجت منه مش كل الغضروف، بيبقى جزء من الغضروف. انت قلتي استأصلوا الحته دي. النهارده علميا لا، لازم نشيل اكتر من 80% من حجم الغضروف وليست الجزء البارز بس. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو ربنا خلق الغضروف ده ليه؟ مش عشان يمسك الفقرات ببعض طبعا. طب ومش عشان يبقى زي وسيله من وسائل الدعامات والسوست كده للعمود الفقري؟ انت حضرتك لما شلت ده ايه اللي حصل؟ خبطوا ببعض، خبطوا ببعض بقى العظم على بعضه مش كده؟ طب يبقى فقدنا جزء من الوظيفه ولا ما فقدناهاش؟ فقدنا. يبقى نمره واحد، هنطلع بقلم في ظهرنا. دي بدايه، بعد ما كان الاول الم في رجليا بقى الم في ظهري، ودي حقيقه. بنوطي بنقعد بنصلي بنقف ده الم نار. طيب ايه راي حضرتك انك الجراب اللي كان ماسك الغضروف جوه ده ما هو مفتوح وانفجر واحنا فتحناه كمان في العمليه؟ يبقى الجزء المتبقي اللي انا ما شلتوش مع اي ضغط عليه هيخرج. هي انبوبه معجون الاسنان لو فتحت الغطا وضغطت عليها بيحصل ايه؟ مش بتخرج. حضرتك قلت احنا بنشيل 80% ده دلوقتي، ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك هو ليه بيرجع يعني؟ انا بالظبط ده تقدم. انا بقول لحضرتك هو الفكره هنا بقى، الاول كان يتشال الحته دي بس اللي هي خرجت بره. طب ايه رايك لما نضغط على الانبوبه تاني ما هتطلع تاني مش كده؟ هيطلع حته غضروف تاني، ده بنسميه غضروف مرتجع. الغضروف المرتجع يجي بين حاجتين، الغضروف نمره واحد ما اتشالش، نمره اتنين ما عوضناش الغضروف، لان انا شلت حاجه ما عوضتهاش. ده حتى النهارده بقى في علم الاسنان تشيل سنه ركبي سنه مش كده؟ طيب لما نيجي في علم العمود الفقري بنشيل الغضروف نسيبه في الهواء؟ لا، بقى في بديل غضروفي بقى. البديل الغضروفي بقى فيه حاجه اسمها دعامات، وفي غضاريف بديله، وفي غضاريف صناعيه والكلام ده كله. والحقيقه ده برضو من الجزء اللي بتوفره مستشفى دريم. مستشفى دريم فيها حاجات جميله، من ضمن الحاجات ان احنا عندنا الامكانيات دي نقدر نعمل ده ونطلع ده وبنعمله. البديل الغضروفي بقى موجود في العالم ومتوفر، بس لما تيجي حضرتك تقولي بقى انا عملت عمليه وشلت الغضروف بس وما عملتش حاجه بديله اكس، يبقى في عندك غلطه. ليه؟ الطب في العالم مدارس، المدرسة الأمريكية وهي تعتبر المدرسة الكبرى في جراحات العمود الفقري. مش ألمانيا؟ لا، الأمريكية الأول. أنا هقول لحضرتك ألمانيا تتميز بالمنتج، التثبيتات والأجهزة والدعامات والتركيبات بتاعتها هي الأفضل. وعلمهم في العمود الفقري. لكن جراحات العمود الفقري مش ألمانيا المتميزة بيها رقم واحد، لا أمريكا. ألمانيا كبير قد كده وأمريكا كبيرة قد كده، بس أمريكا بحثيا بقى ده ملتقى العالم كله في الأبحاث. حقيقة. يقول لك إيه بقى؟ يقول لك ما عادش ينفع تعمل غضروف من غير ما تركب بداله حاجه. طب ده اصل هم عندهم كل حاجه بالقانون بتجرم. لو عملت كده حضرتك يعني يجرمك القانون وتحاسب عليه قضائيا انك انت عملتي كارثه، عملتي غلطه. طبعًا. ما ينفعش تشيل عمود من البيت من غير ما تعوضيه بحاجه تانية، ما هو هينهار ويقع. طبعا. ودي الفلسفه. عم رجب بقى نرجع له، لما يبقى غضروف طب هو بقى اربع غضاريف ازاي؟ يا عم رجب ما هم بيجيش اربع غضاريف مع بعض مره واحده، ده هو غضروف جه وتاكل وخرج وتعب. سبناه واهملناه. معالجناش ال 80 90% اللي هم يعني الزمن برضو بنشتغل كتير وبننزل نقف ونعمل جميل. احنا عايزين مبررات ولا عايزين حلول؟ عايزين حلول طبعا، عايزين حلول. سيبنا الغضروف ليه يا عم رجب؟ ما كنا نعالج الغضروف ما عالجناهوش، الغضروف جاب غضروف تاني والغضروف التاني بسرعه جدا هيبوظ التالت. كانها عدوى، كانها عدوى جوه الغضاريف. حضرتك الموضوع بسيط جدا، احنا لو خمسه واقفين وشايلين ترابيزه زي دي، خرج واحد
بقى فاضل أربعة. التقل هيزيد علينا. تعالوا نخرج واحد كمان. مش بقى اتنين خايلين في الاخر. هياخد الترابيزه ويقع. هيقعوا كلهم هينهاروا. هي دي فكره العمود الفقري. كل غضروف شايل جزء. سبحان الله. انت خرجي جزء من الخدمه التاني بيحصل تحميل عليه جامد جدا. مش العمود الفقري مهم؟ تنصحوا بايه طبعا؟ تنصحوا بايه يعمل ايه؟ نمره واحد لازم نكون عاملين اشعه رنين مغناطيسي. نمره اتنين لو في اعراض الضغط على الحبل الشوكي زي التقل والتنميل والخذلان او ضعف في الايدين او التحكم في الاخراج بتاعنا بدا يبقى صعب، التحكم في البول والبراز والمشيه بدات تتغير او بنقع كتير او بنكعبل كتير او بدا يحصل رعشه في ايدينا او في رجلينا او فقدنا التحكم في العضله. الاول جزء الاحساس بدات العضله تضعف، ما عادش بتحكم في البون، ما عادش بحكمه. الحاجه الثانيه امسك القلم يقع مني، امسك السكينه، ودي الستات بقى شكوته كده. انا بيت بتعور من السكينه كتير قوي، الصينيه بشيلها بتقع مني وانا مش واخده بالي، مش متعود على ده. في اهتزاز الحركه وقوه العضله ضعفت. السكينه محتاجه تحكم جامد جدا، مجرد ما ضعفت سنه كده تعور. واخد بال حضرتك؟ ودي من الحاجات اللي هي مش قادره تقول لك انا مشكلتي في الرقبه، بس تقول لك انا بتعور كتير. تترجم الى ان انا عندي بقى ضعف في العضله. اربع غضاريف. طب نبص عليهم دلوقتي. قدامنا حاجه من اثنين. لو الحبل الشوكي مضغوط يبقى لازم نعمل عمليه، والعمليات كتيره جدا، وعمليات الرقبه النهارده بنعملها بالمناظير وبالليزر واستبدال غضاريف. اشيل غضروف بتدخل جراحي؟ بتدخل جراحي محدود بنسميها ليزر. هقول لحضرتك حاجه. في يافطه كبيره جدا انا بعتبرها يافطه يعني للضحك على الناس، اللي هي كلمه بدون عمليه، بدون بنج، بدون تخدير، بدون اول اسمعها كده اعرف انها بدون علاج. بدون اي حاجه. بدون علاج، بدون طبيب غالبا. بدون طبيب غالبا وبدون علم وبدون اي حاجه. يبقى احنا بنتكلم في نصب يعني. انا غضروف تلف، هشيله ازاي؟ هسقف له يطلع؟ مش هيطلع. ما انا لازم ادخل، انا اطلع ادخل بس الجراحه بقى الحديثه، استخدام الميكروسكوب الجراحي واستخدام المناظير، ونقدر نشيل الغضروف ونطلع. نشيل غضروف 2 3 4 5 غضاريف في الرقبه نقدر نعملهم ان وان سيشن في جلسه واحده. تستغرق مني ساعتين زمن. يخرج المريض بيقعد معايا يوم واحد، تاني يوم بيخرج من المستشفى معافى، ياخد فتره نقاهه كده من اسبوعين لشهرين، وبعد كده اقول له مارس حياتك. اللي هو كان جاي لي ممكن يبقى قاعد على كرسي، لا بيبدا يتحرك بعد ست ايام سبع ايام. وانا برضو اسمح لي اقترح حاجه، لان عم رجب تحديدا مشاهد كريم يوميا بيتصل بينا في صباح كريم الحقيقه. يعني عم رجب لو انت عايز ممكن تعمل الرنين المغناطيسي، لانه واضح ان البدايه دلوقتي انك لازم تعمل رنين. لازم رنين مغناطيسي، لازم، ده رقم واحد يعني. اعمل الرنين، ولو تقدر تنزل القاهره الدكتور محمد صديق هويدي هيكون في انتظارك في مستشفى دريم، او ابعت لنا حتى اشعه الرنين وهو حتى بس مبدئيا يقول لك كده نتحرك ازاي. والف سلامه. ام ماهر من العريش، صباح الخير يا ام ماهر. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضلي. انا عندي غضروفين في الرقبه وغضروفين في القطنيه. الم في ظهري، ان قاعده تعبانه، ظهري في الم، ماشيه تعبانه، كعب رجلي دلوقتي دوست عليه، والغضروفين بتوع الرقبه دولت بقالهم 10 سنين، انا ما خليتش دكاتره. طيب. حاضر. ما خليتيش دكاتره. طيب انا عايز اسالك الوزن اخباره ايه برضو؟ نعم. وزننا عامل ايه؟ انا 80 كيلو. 80 كيلو. بنشتغل وبنشيل حاجات تقيله؟ لا والله، يعني الشغل طبعا بره، شغاله في مدرسه، والبيت يعني حاجات مش تقيله برضه، حافظه على نفسي على قد ما اقدر، لان ظهري في الم فظيع. التزمنا بالعلاجات؟ يعني لما رحنا لدكاتره كتير رحنا لهم قالوا لنا علاجات، التزمنا بالعلاجات؟ التزمت بالعلاج واكثر العلاج بيبقى مسكن تعب معدتي. طيب انا هجاوب حضرتك. بشكرك يا ام ماهر. استاذ بشكرك. محمد القاهره، صباح الخير. الو صباح الخير. مين معاه؟ ده مش صوت محمد ابدا. مين؟ الو صباح الخير، معاكي مي. مي؟ مريم. اه صباح الخير. صباح الفل يا مي. مي بس ونبي وطي لي التلفزيون وحياتك. خلاص مش وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. بصي بقول لحضرتك، والدتي وزنها تقيل جدا. بس تمام. عندها الغضاريف متاكله خالص. ولا اي مسكنات نفع معاها، هي عندها السكر وعندها الضغط وعلى طول بتشتكي منها ومش قادره، وفي ورم على طول بيبقى في رجلها. عند حضرتك سؤال؟ طيب يا مي حاضر، هنسمع حالا دلوقتي الدكتور ينصحك بايه يا مي. حاضر. طيب نرد على، طب بس ناخد سهير معلش الاول من القاهره وبعدين نرجع. يا استاذه سهير صباح الخير. استاذه سهير. الو. صباح النور يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. صباح دريم وصباح للدكتور محمد. صباح. الو. صباح الفل يا فندم، اتفضلي. صباح الخير منى هانم، وصباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير. انا عندي 63 سنه، وعندي السكر والضغط. تمام.
وجات لي من شهرين جلطة صغيرة وراحت، بس ثابت أثر لرجلي وإيدي. فلما خرجت من المستشفى عملت علاج طبيعي في البيت، لكن أنا دلوقتي بمشي زكة شوية على رجلي، وإيدي الشمال مش يعني مش محركة. حاضر. فدلوقتي أنا عايز أعرف هل هناك علاج طبيعي بالآلات داخل أي مركز، ولا أعمل علاج طبيعي في البيت؟ حاضر يا مدام سهير، وألف سلام عليك يا حبيبتي. ألف مليون سلام عليك حبيبتي، وأنا بشكرك جدا جدا على برنامجك. تسلمي. وعلى المداخلات اللي أنت دايما بتعمليها، وربنا معاك يا رب. ربنا معاك يا حبيبتي. ميرسي. تسلمي، ربنا يبارك لك يا رب. نرد على مدام سهير الأول، لأنه الحقيقة سؤالها هيفتح لي مجال موضوع العلاج الطبيعي. في ناس كتيرة قوي يا دكتور بتقول لك ما بيجيبش معنا نتيجة العلاج الطبيعي. طيب هو طبعا ربنا يشفيها في البدايه، ونتمنى لها الشفاء هي وكل اللي زيها الحقيقه. هنكبر الموضوع اكبر من العلاج الطبيعي شويه، هنتكلم على مشكله الجلطه. ودي ان شاء الله مره نخصص لها بقى موضوع، لان ده موضوع كبير قوي. موضوع الجلطه، لان الجلطه بتحصل في ثانيه وعلاجها بياخد سنين الحقيقه، وبتبقى مشكله. انا بتاثر معايا، انا عندي ضغط وعندي سكر، التالت بتاعهم دايما هيجي اسمه جلطه. يعني لو عندي ضغط مش مظبوط، حتى لو وزني كويس، انا هقول لحضرتك اهو، ضغط مش مظبوط، سكر مش مظبوط، ده بيتبعهم دايما اللي مش مظبوطين دول بيبقى سمنه. تمام. كوليسترول بيعلى في الدم، زعله، انفعال، موقف معين، ما خلاص احنا ده من البدايه مش موجوده. ما لو موجوده كان ما كناش وصلنا لها. دخلنا في جلطه، حصلت الجلطه، عملت ضعف. الجلطه يا اما بتيجي على مركز حسي، يبقى تنميل، خدلان، وجع، حرقان، بس العضله كويسه. او جاي على مركز حركي اللي بتعمل ضعف. او تيجي على مركز ابصار تاثر على الرؤيه، تيجي على مركز كلام تعمل صعوبه في الكلام او منع للكلام. على حسب المكان اللي جت فيه الجلطه، لان المخ كبير قوي وشبكه المخ كبيره جدا من شرايين واوعيه دمويه اللي هي ممكن تحصل فيها جلطات. حصلت الجلطه وحصل ضعف، سؤالنا انا عندي ضعف النهارده، نبدا بقى نعكس الموضوع. اللي زود لي السكر لازم انزله، الضغط لازم اعمل عليه كنترول، علاج الدهون لازم اخد له علاج للدهون، يبقى ده البدايه. اشرب كميه سوائل عاليه جدا، ابعد عن الانفعالات. انا من اول الفقره مستنيه حضرتك تتكلم على شرب الميه يا دكتور. المية. لان في ناس مش هتصدق ان حتى شرب الميه حتى في مواضيع المخ والاعصاب والغضاريف ده مهم. هو اهم حاجه. انت عارفه احنا كانت مشكلتنا في الغضروف ايه؟ الغضروف 70% منه ميه فقدناها. نشف الغضروف، اتكسر الغضروف. سبحان الله. عارفه لما يبقى بالبلدي كده عشان الناس تفهمنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عارفه رغيف العيش لما يبقى طري وجميل كده عشان فيه نسبه ميه، احذفيه في الارض مش هيتكسر، خليه ينشف ويتحمص بقى كده، واحذفيه على الارض هيتفشش 100 حته، مش كده؟ ده الغضروف بتاعنا ببساطه جدا، الدنيا بسيطه قوي. طيب احنا النهارده بقى عندنا جلطه، محتاج علاج طبيعي. علاج طبيعي ده اساسي. والعلاج الطبيعي مهم جدا في مشاكل العمود الفقري والمخ والاعصاب. بطيء قوي، نتائجه بطيئه جدا. بطيء بطيء، بس هنوصل. بس هي القصه مش في بطئه، البطء ده على مستوى العالم موجود. المشكله في الفكر بتاعنا، نعمل علاج طبيعي ازاي ومين يعمله. النهارده بقت عندنا مراكز جيم، وواحد تربيه رياضيه يقول لك انا بعمل علاج طبيعي، المريض عنده مشكلة على جهاز كده، حاجه بيعمل فايبريشن كده بسيط 10 دقايق، يقول لك ادي الجلسه خلصت. انا العلاج الطبيعي ده علم، ده في كليات علاج طبيعي بتخرج دكاتره متخصصين. طبعاً. درس عضله عضله وعصب عصب، وقوه العضله قد ايه، وانا مطلوب اقدر اعلى بيها قد ايه. انت متخيله واحده وزنها يعني 120 كيلو وعندها مشكله في الديسك او عندها جلطه، وتروح لواحد ولا امشي على العجله والسير كل يوم 3 كيلو، تمشي ايه؟ ما لو كانت عارفه تمشي ما كانتش دخلت في ده. يبقى الفكره كلها ازاي اقوي عضله، وازاي ده برنامج لازم يتعمل عند دكاتره العلاج الطبيعي. ومن هنا بنقول علاج المريض مش عنده دكتور مخ والاعصاب بس، ده احنا فريق عمل، دكتور البطنه بيشتغل، دكتور السكر بيشتغل، دكتور القلب بيشتغل، انا بشتغل معاك كجراح او معالج للمخ والاعصاب. والعلاج الطبيعي مهم جدا، بيكمل، هو ليس اقل اهميه. كلنا نفس الحاجه في نفس المريض، نفسنا ان هو في الاخر يصل الى بار الامان. لكن نجزأ ابعت لدكتور العلاج الطبيعي اقول له بعد اذن حضرتك انا بهتم بالعضلات الفلانيه والفلانيه والفلانيه، اول كلمه يقولها للمريض ايه؟ محدش يقول لي اعمل ايه، انا اللي اعمل. يا فندم لا، يعني انت يعني احنا بنكمل بعض. بس حضرتك بلاش. حطيت ايدك على نقطه خطيره، موضوع الجيمات ومراكز الرياضه. طبعًا. اللي فاتحينها وغير مقننه واي حد يدي علاج طبيعي كده. ياما ناس اتدهولوا بعد الجلسات العلاج الطبيعي. ده انا بسمع ساعات انه المساج اللي هو بقى من غير اجهزه ولا فايبريشن ولا سلوك ولا اسلاك يعني ولا اي حاجه، مجرد المساج لو ما اتعملش من حد مختص ممكن ضغط على عصب او غضروف تموت الدنيا خالص. هقول لحضرتك جميله جدا، اختراع ابو عصايه ده ماركه مسجله،
نروح الطب البلدي والطب الشعبي واتنين يشدوا من فوق واتنين يشدوا من تحت وواحد يدوس برجله. وبعدين عندنا ثقافه جميله جدا، الست لما تتعب او بس عايز اقول لك على حاجه بتجيب نتيجه صدقني. افتح لها مش مصدق بتجيب نتيجه صدقني. هقول لك عارفه ده اللي جابت معاه نتيجه ده؟ هي ما تبقاش فاهم هي دي علاج ولا خناقه ولا ايه. طب انا هقول لحضرتك عارفه ده لو راح لدكتور علاج طبيعي متخصص وعمل له اول جلسه هتجيب نتيجه احسن من ده 100 مره، بس هو ما راحش لده، فبالتالي لما دقى ده عمل شويه تدليك وجاب شويه زيت ولما سمع شويه طرقعه كمان في العضلات ده فكني ده رجع الغضروف بايده، هو في غضروف بيرجع بايده، ده انا بقى فدان جنب الغضروف 8 ساعات علشان اعرف احركه. انت جيت دوست كده رجعت الغضروف سحر. اصل احنا يعني حياتنا ثقافه مغلوطه، الثقافه العربيه قايمه على الخرافات من ايام الدوس على المصباح يطلع لك العفريت اللي حقق لك رغباتك. السؤال الاخير بمناسبه الثقافه، الحجامه، انا وقتي خلص بس في اسئله دكتور. لا انت لازم تكون معانا تاني. انا عندي اسئله كتيره جدا. الحجامه بتجيب نتيجه؟ بتتعمل ليه؟ هي تنفع في شويه التهابات، تنفع في عضله متقلصه، لكن ما تقوليش واحد عنده كسر في فقره تنفع معاه حجامه. ما تقوليش ان واحد عنده هشاشه في العظام تنفع معاه حجامه، بس ما تضرش. ما تقوليش ده ممكن تضر بقى. طيب ايه رايك واحد عنده سيوله في الدم او عنده ضغط عالي وعمل حجامه لسه من اسبوعين عاملين حاله نزيف في المخ، مجرد راح عمل حجامه وتشريط كده ضرب الدم في دماغه وجاله نزيف في المخ؟ يا ساتر. طيب احنا بس ما ردناش على مي اللي كانت بتسال على والدتها وبتقول عندها سمنه كبيره قوي وعندها المشاكل اللي عليها دي. لازم نخس، والخسانه النهارده حاجه من اتنين، يا اما نمشي مع دكتور يخسسنا. ما فيش ست بتخس مع نفسها عشان نبقى عارفين. يا يعني نمشي مع دكتور يخسسنا، الا لو جوزها سد عليها نفسها. الحقيقه دي قصه تانية بقى، ساعات بتقلب عكس بقى، نفسها تتفتح وتبدا تطلع غلها في الاكل وتقعد تاكل ورايحه جايه على الثلاجه جايه على الولاد تاكل الولاد بعد كده. يبقى لازم نروح لدكتور يخسسنا. نمره اتنين، اذا ما كانش التخسيس بالعلاج والكلام ده، النهارده جراحات السمنه بقت ناجحه وبتجيب نتائج كويسه جدا. نمشي في السكه دي، لان انت حضرتك شايله 50 كيلو 70 كيلو 80 كيلو زياده، صح؟ ايه المسكن اللي هيخليهم ينزلوا من عندك؟ ولا حاجه. فبالتالي ما نعملش زي صح مليون في الميه. كمان ما اقدرش لما تجيلي واحده بالسمنه دي اقول لها اعملي مجهود وانزلي امشي وانزلي بتاع، هو يعني هي قادره تمشي. انت عارف حضرتك السمنه صح بيبقى امنيه حياتي، بس اقدر ادخل الحمام يا حبيبي. انت عارفه بقى الجمله واللي بتبكي بجد، يعني انا اكتر حاجه توجعني ان الواحد وبعدين يصعب عليها نفسها. خلي بالك احنا بقينا في زمن الاسر اتفككت، يعني الام ممكن ما تلاقيش حد يساعدها تدخل الحمام، ولا الاب يلاقي حد، يعني ممكن واحده تعمل على نفسها حمام لانها مش قادره تدخل وعندها معوقات. انا بقول لهم من فضلكم بلاش نستنى لهذه اللحظه، اللي نقول يا ريتنا ويكون الوقت بتاعنا المرحله الاولى العلاج 80% راح، المرحله الثانيه تدخل الجراحي 20% راح، نيجي في المرحله بتاعه ان انا مش لاقي حاجه غير ان انا ادي لك يا ابو خدر يا مسكن. طيب اخر حاجه، احنا ردينا على مماهر من العريش اللي عندها غضروفين رقبه واتنين قطنيه، نفس الكلام قلناه. قلناه يبقى عندنا مشكله، يبقى نعمل اشعات نطمن الاول، بعد كده نبدا برنامج علاجي. تمام. وبرنامج العلاج، وبركز في جمله صغيره جدا، العلاج الطبيعي مهم، والرقبه لبس الرقبه مهمه، والرقبه ما تبقاش سفنج، ما تبقاش كوفيه، ما يبقاش رباط حاطه كده، لا الرقبه اسمها رقبه بلاستيك عشان تسند وتبدا، وبرنامج تحت اشراف طبي طبعا بيجيب نتائج كويسه جدا. نصيحه اخيره من حضرتك لكل اللي بيتابعونا دلوقتي، المرضى كل على حسب حالته طبعا. نعم. نصيحه لو حد ربنا منعم عليه لغايه دلوقتي ما عندوش مشاكل غضاريف والام عمود فقري او كده، يحافظ على نفسه ازاي؟ ناخد بالنا نمره واحد من اولادنا الصغيرين، اكلهم كويس، بلاش الاكياس الكتيره والحاجات المعبيه، نشويات كتيره ومواد حافظه كتيره، احنا بنخلق مرضى من البدايه. انا بشوف ام تقيلة. بشوف ام بتاكل ولادها بطاطس مقليه دي اللي على النار اللي بيعملها دي الساعه 10 بالليل وهو داخل ينام بعدها، بتاكله زيوت قد كده قبل ما ينام ب10 دقائق. شوفي دي خطر مش كده؟ طبعا. الاخطر منها بقى الكيس الحلو اللي افتح يا ابني وارقش منه ده بقى كارثه اكبر. يبقى اديته بقى البطاطس واديت سموم معاها كمان. برافو. الحاجه الثانيه كوبايه اللبن، ونرجع للبيزكس بقى، رقم 3 الحركه والتمارين والمشي، نمشي. بعد كده لو عندي مشكله طب ما تيجي ندور على حلها، والحل عند المتخصص في المكان المظبوط. يعني اتعالج صح، يعني خلي اختيارك سليم، يعني خلي اختيارك سليم، روح للمكان المناسب والطبيب المناسب اللي هو متخصص في المشكله بتاعتك، مشكله في العمود الفقري او لحد متخصص في العمود الفقري. واللي يتقال لي اسمعه، لان احنا بنقول العلاج هياخد 6 شهور 8 شهور، خدت العلاج اسبوع ما جابش نتيجه اروح ادور على الدكتور تاني. تسمع الجمله ده، انا لفيت على كل الدكاتره خلصتهم، خلصنا الدكاتره بتوعنا واحنا ما خلصناش العلاج بتاعنا. فبنبدا القصه، لا انا لازم اتابع مع دكتور ويمشي معايا واحده بواحده كده بالستبس بتاعتي بالستيجز بتاعتي اب تو ان انا اوصل لمرحله الشفاء. عايز اقول ان احنا في مصر هنا، ودي حقيقه على فكره، مش عشان ضيف الكريم استشاري او يعني استاذ جراحه المخ والاعصاب، بس احنا في مصر هنا عندنا نخبه ومجموعه من اكفأ اساتذه واستشاري
المخ والاعصاب في العالم. على فكره دي حقيقه وبيقولهم من كل حته، بيقولهم من دول عربيه وبيقولهم من اوروبا، بيجوا عليهم بالسمع. احنا في مصر هنا الحمد لله جراحه المخ والاعصاب متفوقين فيها جدا. المهم بس انك لو حسيت بالم، كل تخصصاتنا الجراحيه عندنا في مصر يعني الحقيقه احنا يعني مش بكلم عن نفسي، احنا اقلهم يعني. عندنا نخبه كبيره جدا في مصر نفتخر بيها، وده ذخر للوطن، ذخر بلدنا. هم دول الاسدز، والاستثمار الحقيقي في الناس دول، هم دول اللي يقدروا يعملوا نقله في البلد. بس حد يسمع. انا بشكرك جزيل الشكر، نورتنا ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بمستشفى دريم. جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا. بس باذن الله لازم نستكمل الحوار ده ان شاء الله عشان نشرح بقى اعراض اخرى. مش عايزين نخض صدر المشاهدين، فاحنا كل مره نطلع شويه حاجات كده موجوده، شويه مشاكل. احنا عندنا في مستشفى دريم جهاز تنفسي، وحد بيعالج جهاز تنفسي؟ طب انا بسال بس عشان احنا هننصح المشاهدين، نقول لهم انزل امشي في الشارع هتشم عوادب قد كده الحقيقه، هتقوم تطلع بعدها على بعد الشر يعني. نظبط الغضروف ونظبط برده الرئه من العوادم اللي بنشمها في الشوارع الحقيقه. بمناسبه بقى العوادم والنظافه والبيئة والقوانين وأمور أخرى كثيرة جدا، لقائنا التالي بعد هذا الفاصل مع السادة النواب، كل عن دائرة الساحل والخنكة، نتكلم أكتر عن هذه الدوائر، وفي انتظار اتصالات حضراتكم. الدوائر في مصر هنا عندنا في منها دوائر تحس انه هي اغلب يعني اغلب دوائرنا فيها طبعا مشاكل متعلقه بالحياه اليوميه للمواطنين، بس في دوائر تحس انه مشاكل فيها اكثر احتداما او اكثر سخونه، وفي دوائر تانية تحس انه محتاجين تدخل فوري، في دوائر ثالثه المشاكل الطبيعيه بقى اللي هي الميه، الصرف الصحي، القمامه، المشاكل العاديه دي اللي بنسمعها تقريبا في كل انحاء الجمهوريه. خلونا نتكلم النهارده زي ما وعدنا حضراتكم المره الماضيه لما ناقشنا داير بالذات تحديدا يعني دوائر الساحل والخانكه، لان الخانكه كمان معاها الخصوص والعبور، فهي دايره كبيره الحقيقه جدا. وعدنا حضراتكم باستكمال الحديث عن هذه الدوائر لانه في اسئله كتيره جدا ما كناش لحقنا نسالها، وفي اسئله حضراتكم اتصلتوا الحقيقه ما لحقناش يمكن ندخل اغلب الاتصالات الهاتفيه اللي جت يومها. خلونا نستكمل هذا الحوار في هذا الصباح مع ضيوفنا الكرام، سياده النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب عن دائره الخنكه والخصوص والعبور، اهلا بحضرتك يا فندم. وسيادة النائب عمرو الجهري عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، يا أهلا بيك منورنا. الخنكة والخصوص والعبور التلاتة حدودهم إيه وأغلب المشاكل فيهم إيه؟ شوف حضرتك طبعا تعرف دي دائرة تبع محافظة الألوية، والدائرة دي بالذات هي ملاصقة للقاهرة مع المرج، مع المرج ومع مدينة السلام ومع شبرا، طبعا شبرا الخيمه وكده. فدي دايره يعني دايره مركبه وفيها كل التنوعات تحت المجتمع المصري، فيها الفلاحين، فيها طبعا العبور، طبعا دي مدينه لها مشاكلها الخاصه، هي يعني مشاكل غير مختلفه عن مشاكل القرى، فيها يعني قربها من القاهره، فيها عشوائيات كتير جدا، الزحف السكاني بيجي من القاهره فيها. الدايرة دي بتعتبر كمكان، تعتبر سلة مهملات القاهرة. سلة مهملات القاهرة يعني ايه؟ يعني كل مشاكل القاهرة بتصب في هذا المكان، وخصوصا الصرف الصحي. احنا عندنا اكبر محطة صرف الصحي في الشرق الاوسط في منطقة اسمها الجبل الاصفر،
كل الجبل الاصفر تبع الايه من تبع طبعا تبع الدايره يعني خصوص ولا خنكه ولا عبور؟ تبع الخنكه. الخنكه الخنكه تمام. دي واحده محليه ومع ذلك الخنكه من بتشتكي برضو من الصرف الصحي. لا الحمد لله ودلوقتي يعني تعتبر يمكن من اكتر الدوائر اللي اكتملت فيها منظومه الصرف الصحي هذه الدايره في الوحده المحليه اللي هي كفر حمزه والمنايل وسندوة بيتعمل فيهم دلوقتي مشروع الصرف الصحي مع عرب العليقات. هو المفروض ان المشروع الصرف الصحي في هذه المناطق ينتهي في نهايه السنه اللي احنا فيها ولكن الشركه المنفذه بطيئه في الشغل كمان في مشاكل وانا بطالب وزير الاسكان ان هو يكون في اهتمام اكتر لان في طفح في الشوارع من الخطوط القديمة فبالتالي دي بتسبب مشاكل كتير جدا للناس في كفر حمزة وفي سندوة في المنطقة كفر حمزة وإيه فندم؟ كفر حمزة وسندوة والمنايل وعرب العليقات فدي دي 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 الأربع القرى اللي المية بالبلدي كده بتطفح بتطفح فيهم صرف صحي بتطفح فيهم صرف صحي وخصوصا في كفر حمزة وسندوة تحديدا. طب عشان برضو نبقى ايه يعني 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 واقعيين جدا على الأرض نفسها يعني ايه اللي ممكن يتعمل عشان ننقذ الاربع الاربع قرى دول ننقذ سكانهم من لا احنا انا كان المشكله دي طبعا جبت الشركه المنفذه وقعدنا وعملنا اجتماع تنسيقي واتفقنا على ان يتعمل وحده طوارئ بحيث ان هي هذه الوحده الطوارئ اللي هي الشركه المنفذه اي مشكله طفح تتحل في ساعتها ولكن للاسف الشركه المنفذه وهي المقاولين العرب طبعا ده مش اعلان هي ما التزمتش بالاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ما هو المفروض ده طبعا احنا انا كنائب يعني الورقيات والبيروقراطيه اللي بتاخد شهور طويله خلصت والتنسيق بين الاجهزه المعنيه خلصت وعلاج مشكله الصرف الصحي في الاربع قرى دول واقف على مقاولين العرب لا يعني احنا متفقين ان يبقى في زي نافوري وفي اتنين عمال وحد واقف معاهم بحيث ان هي انا دلوقتي في طفح لان في فعلا في المنازل انت لو شفت المنظر يعني مؤسف يعني يبقى بيت والناس بتدخل الاوض بتاعتها على حجاره عشان يدخل اوضه النوم الصرف ميه الصرف في داخل البيت شفت يا فندم بس في منشيه مصر الحقيقه لا ده في كفر حمزه بالتحديد قريه كفر حمزه بالتحديد يعني منظر انا لما رحت شفته الصرف الطافح جوه البيوت جوه اوضه النوم اوضه النوم الناس والله يعني المكان تلاقي السرير وتحته الصرف الصحي والناس نايمه ومع ذلك الناس قالوا يعني احنا عملنا اللي هي وحده الطوارئ ديت وللاسف ما اقول لك يعني يا فندم قبل ما انتقل بالحوار لسياده النائب اقول لك بقى الصراحه دلوقتي المواطن في القرى اللي حضرتك ضربت بعض الامثله بيها دلوقتي زي اللي يبقى نايم جنب مراته وولاده على السرير وفي صرف صحي ضارب تحتهم على طول بقى ممكن يقول لك ايه لو انا صوتي مكانهم يعني يقول لك يعني سياده النائب بدل ما يتكلم لنا على الصرف الصحي اللي طافح جوه بيوتنا ده بيوافق الحكومه على قانون القيمه المضافه هي دي بقى يا فندم الموازنه اللي بنتكلم لا هي 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 دي حاجه ودي حاجه لا. بس هي القيمه المضافه انا اقول لحضرتك برضو عشان تبقى ان احنا واضحين المواطن يا فندم لا المواطن الغلبان طبعا اي حاجه شوف هقول لحضرتك حاجه احنا كما بنتكلم على بلد كبلد واقتصاد واصلاح اقتصادي ده موضوع وحته البنيه التحتيه والمرافق والكلام ده موضوع اخر هو بيعمل كده عشان يخدم الناس الغلابه دول ده لو فلسفه الحكومه ده الصح واللي احنا فهمناه من الحكومه لكن لو حصل غير كده احنا يبقى لينا موقف يعني لازم فعلا طب يا فندم بس انا بعمل حضرتك بتضربه دلوقتي ده ممكن تبقى عطله من مقاولين العرب انا استغربها الحقيقه لانها شركه وطنيه محترمه لا جدا لا وهم الناس انه دايما بتنفذ وعودها بس ده تاخير مثلا بالظبط لا هو للاسف ان ما بقاش احنا عندنا اللي هو الاستمرار يعني هو يجي يشتغل ويتحمس في اول يومين وبعد ويمشي. كده ينام يعني ما دي مشكلة لانه في مشاكل يا جماعه حلولها في ايدينا يعني نقدر مش لازم نستنى لما تظهر ثمار قانون القيمه المضافه وتدخل وتعود السياحه للبلد وقناه السويس تجيب الدخل المتوقع من يعني مش لازم نستنى كل ده عشان مثلا الاسره اللي نايمه على السرير اللي تحتها في صرف صحي طافح عليهم يعني نحميهم من ده مش لازم استنى كل ده في حاجات فوريه تتعامل تطلع بقى من خزينه الدوله من صندوق تحيا مصر من القطاع الخاص يتكافل في الموضوع ايا كان بس حرام الحقيقه في ناس عايشه غير ادميه ولا ولا مفعش. ولا الحيوان اصلا يتحمل العيشه ما ينفعش سياده النائب عمرو الجهري الساحل برضو من الدوائر الثقيله وفيها شغل كتير اهني اهل دائرتي براس السنه الهجريه واهني الساده المشاهدين كل سنه وهم طيبين حضرتك طيب
دائرة ساحل دائرة أنا بعتبرها إدارة سياسية، يعني فيها سياسيين على مستوى عالي ومش بالسهل محاورتهم ومش بالسهل إقناعهم. دائرتنا فيها مشاكل كتيرة زي كل الدوائر، بس المشاكل عندنا يمكن بتختلف شويه. يعني عندنا البنيه التحتيه متهالكه في الصرف الصحي وفي خاصه في الميه، عندنا مشاكل بيوت كتيره جدا. يعني انا مقدم لشركه الميه مواضيع كتيره جدا سبب ان الميه ما بتطلعش ادوار العليا، يمكن ادوار العليا دي عندنا الثالث والرابع، يعني مش ال15 وال16، بسبب ان البنيه التحتيه نفسها بتاعه مواسير الميه ضعيفه، يا الا حجمها صغير، وللاسف مفيش صيانه ومفيش تجاوب معانا، رغم ان اهل المنطقه بيطلبوا ان بس ان ممكن يجي ويدفع ويساهم. يعني في ناس كتير عايزه تساهم، وانا بالنسبه لي ممكن اساهم معاهم، لكن شركه المياه قبل ما تيجي وتفحت وتبعت وبناخد اجراءات كتيره. يعني بقى لنا 8 شهور دلوقتي عشان شوارع وحواري معينه ان احنا نوصل فيها المياه ونغير لهم المواسير، لحد دلوقتي ما جاش رد عليها وما جاتش موازنه خاصه بيها. تاني حاجه عندنا اهم حاجه اللي هي في الدايره مشكله البطاله، مشكله البطاله بتاعت الشباب، و ما فيش مكان في الدايره. يعني انا ما عنديش خرم ابره عارف اتصرف فيه، كل ما بتكلمي وزاره يعني طب نعمل المنطقه دي محلات تجاريه، نحاول نوفر فرص عمل للشباب، نقدم لهم مشروعات، لو الدوله مش هتشغلهم الحكومه ما بتساعدكيش، الوزراء ما بيساعدوكيش. المفروض الحكومه تعمل ايه مثلا في حاجه زي كده؟ يعني مثلا حد بتقول لي ان دايره الساحل مكتظه وزحمه جدا وفيها عدد كبير قوي من البطاله جداً، خاصه بين الشباب. طيب المفروض الحكومه تعمل ايه، ومفروض عضو البرلمان اللي هو حضرتك مثلا يعمل ايه؟ انا بقدم اقتراحات، مثلا بقول ممكن نعمل مشروعات تجاريه هنا، ممكن نعمل سوق للشباب، ممكن نعمل سوق منطقه حرفيه، في اماكن كتيره جدا مش مستغله في الدايره، مهمله، ممكن نستغلها ونعملها مشروعات للشباب، نعملها محلات، نعملها نقدر نساعدهم، نجيب لهم حاجات معينه حرفيه يقدروا يشتغلوا فيها. بتعوقك بقى البيروقراطيه والقرارات بتاعت المحافظ، لا ودي الارض دي تبع ملكيه المحافظ، تروح للمحافظ يقول لك لا دي تبع هيئه النظافه، تروح هيئه النظافه يقول لك لا دي حديقه وما اقدرش استخدمها، فبتروحي من مرحله لمرحله، من وزاره لهيئه لكذا، ما فيش. وفي اراضي كمان ما بنعرفش ملكيتها لمين، قبل ما تسالي الحي يقول لك لا دي مش تبعي، تروح المحافظه، فبتوصلي نفسك ان انت نائب ومش عارف توصل لملكيه الارض دي او مش عارف تتصرف فيها، واخر لما بتوصل لصاحبها ما بتعرفش تاخد منه رد. طب انا ست النائب ذاتي لما اتكلم يعني صحيح قال لي على مشاكل كتير بس في حلول بنتكلم فيها، انا حضرتك ما سمعتش حل منك يا سياده النائب وقلقتني الصراحه. ما انا بقول لحضرتك ان المشاكل اللي عندنا في الساحل دي لا مش هتتحل. بالوضع اللي انا شايفه في ظل ان الحكومه ما بتديش اي مساعده للنواب ان هم يقدروا يستثمروا، انا عشان شغلي كل استثمار، يعني انا مثلا عندي عايز اعمل مشروعات للناس تشتغل، عايز اعمل لهم محلات حتى لو اعملها على حسابي، بس اديني المكان وفر لي، قول لي المكان ده اعمله مثلا فتره مؤقته. انا هنا يا فندم هرد على حضرتك بجزئيتين، حضرتك عضو برلمان عندك الاداه التشريعيه وعندك الاداه الرقابيه، الاداه التشريعيه فين التشريعات اللي بتطالبوا بيها علشان تتعدل القوانين والبيروقراطيه اللي ملهاش اي لازمه دي اللي لسه حضرتك قايل دلوقتي احنا بنوصل لمرحله انه في اراضي عايزين نستثمرها ونعمل عليها مشاريع بنتوه لاننا ما بنعرفش هي تبع مين، دي حاجه. الحاجه الثانيه الرقابيه، عملت طلب استجواب، عملت طلب احاطه كتير، كل طلبات الاستجواب والاحاطه للاسف اللي في فصل التشريع الاول تعطلت. دي حاجه تطمن جدا الحقيقه، كتير حاجه تطمن قوي. هي تعطلت بسبب احنا متضايقين ان قانون المرور ما بيطبقش كويس ده، يعني في بعد اذن نائب بيقول كتير. كان في اولويات، كانت في اولويات لمشروعات قوانين اللي هي كانت المجلس معطل، ما كانش فيه مجلس نواب فيها، وهي اللي خدت حيز كبير. اقول لك حاجه، مشاكل زياده اسعار الميه والكهرباء دي كل المواطنين بيعانوا منها، دايرتي الناس ما بتقدرش تدفع الفواتير، مش قادر في ظل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي يدفع فاتوره المياه ازاي، يدفع الكهرباء ازاي، ازمه الانابيب اللي حصلت من فتره، ازمه الغاز. ازمه الانابيب يا فندم كانت مفتعله، كانت مفتعله بس بقى. احنا عرضنا هنا في صباح دريم ضبطيات لمباحث التموين، دي لسه حديثه من 3 4 ايام، طلعين كم اعداد رهيبه من انابيب البوتاجاز تجار كانوا مخزنينها. طب مين اللي بيتحملها؟ مش المواطن الغلبان؟ مفتعله بقى، سواء هي بنتكلم على الشق الاخواني او بنتكلم على جشع تجار، في النهايه فين الرقابه؟ فين الرقابه من يعني احنا اتكلمنا كذا مره ان المفروض كل الجهات الرقابيه في مصر تشتغل. يعني هو دلوقتي بقى شفنا الناس بقت تنزل الاسواق، الرقابه الاداريه. انا ما بشوفش يا فندم دلوقتي، انا هكمل بس، انا في عملي هنا في اللي بشوفه يوميا ما بشوفش غير بصراحه مباحث التموين، وبصراحه الطب البيطري اللي بينزل يتمم على اللي يعمل الضبطيات واللحوم الفاسده والاغذيه الفاسده والدواجن وغيرها ومباحث وده جاب الضغط. يعني هم كمان بالضغط. يعني انت احنا المفروض
كل الاجهزه الرقابيه، مباحث التموين، مباحث الكهرباء، كل التفتيش الصح. مباحث الكهرباء حد بيسمع عنها يعني؟ ما فيش يعني مخالفات الكهرباء. لا لا بتنزل مباحث الكهرباء بس في مشكله، انت بينزل على الناس الغلابه يا بيه. ده انت لسه كنت هقول لك، بس بينزل على الناس الغلابه يا فندم. ده حضرتك ده في ناس لغايه النهارده بيكلمونا على الهواء يقولوا لنا انا بقالي 3 4 شهور ما جاليش محصل الكهرباء العداد، وفي الاخر جايه لي فاتوره مش عارفه ب 1000 وكام، والشريحه بتتضاعف، الشريحه بتتضاعف وعشوائي، وبينزل على الناس الغلابه. ما هي المشكله ان احنا كل اللي بنعمله ده والقوانين والتشريعات اللي بتنزل كلها بتنزل بتصب على المواطن الغلبان اللي هو مش قادر يستحمل في الوقت الحالي، مش قادر يستحمل زياده الاسعار، مش قادر يستحمل الخدمات اللي مش موجوده. الجانب الطبي كمان، الجانب الصحي عندك مشاكل في الناحيه الصحيه، الناس الغلابه ما تعرفش تتعالج، عشان يروح ويتعمل له تقرير وعلاج عنافه الدوله ياخد له ايام يكون يعني توفاه الله. فحالات صعبه جدا، المستشفيات فيها جانب كتير جدا، قصور كبير جدا، حتى الدعم اللي بينزل من الوزاره للمستشفيات هو الدعم بتاع كل سنه يمكن بيقل عن كل سنه. طيب اسمحوا لنا ناخد بعض الاتصالات من الساده المواطنين. لحضراتكم معانا مين يا شباب؟ استاذ محمد من الساحل، صباح الخير. استاذ محمد دايره الساحل، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك، بس انا علي صوت يا شباب الله يخليكم، اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، اتفضل. اصبح على الساده النواب. اهلا بحضرتك. وبخص بالذكر النائب عمرو بيه الجوهري. اهلا وسهلا. واحنا بنحييه على فكره يعني على مجهوده ما شاء الله يعني. بفكره بس بمشكله جسر البحر، شارع جسر البحر والورش والخرده يا فندم، وخاصه شارع محبوب والمشاكل اللي احنا فيها. وهو الراجل بصراحه جالنا ونزل للشارع كذا مره وما قصرش معانا. واحنا عايشين يا فندم في كارثه، تجار الخرده يعني عاملين الشارع مخزن بالليل وبالنهار، الخرده في الشوارع والزيوت مغرقه الشوارع. تجار الخرده يا فندم الورش وشيء. طب ما تعالى ندردش مع بعض يا محمد كده، تعالى ندردش مع بعض في حاجه برضو ناخد راي بعض. دلوقتي سياده النائب لسه كان بيقول دلوقتي انه الساحل من اكبر مشاكلها البطاله، وان فيها عدد كبير جدا من الشباب ما بيشتغلش. تجار الخرده دول لو انا دلوقتي جيت حكمت المساله وسيطرت عليهم وشلتهم من الاماكن اللي بيشتغلوا فيها دي، ما انا هزود بطاله كده يا محمد. لا يا فندم احنا مش ضد ان هم، احنا مش بنقول ان يتشالوا او كده، لكن منظر الشارع يا فندم، احتلال الشارع اللي شايفه منتهى السوء، اشغالات يعني. عمرو بيه شاف بنفسه اشغالات والضجيج وعدم يعني ان احنا ما نقدرش ننام وما نقدرش نشوف اشغالنا، بنخاف على اطفالنا ان هم ينزلوا الشارع يا فندم. طيب شايفه منتهى السوء، عمرو بيه شاف بنفسه، هو نزل كذا مره وبصراحه يعني انا بقدم له تحيه، الراجل بصراحه يعني خير نائب للساحل يعني، لكن هو ايده مكلله يا فندم مغلوله مش قادر يعمل حاجه. انا بناشد المسؤولين، المسؤولين خاصة حي الساحل والسيد المحافظ عاطف بيه يعني الراجل الجديد، احنا بنأمل ان هو يساعدنا في المشكلة دي، لأن الناس ابتدت تهجر المكان وابتدت تمشي يعني. عارفة حضرتك طيب. أنا بشكرك عشان نسمع أصوات تانية، بشكرك يا أستاذ محمد. دلوقتي سيادة النائب قال حاجة خطيرة، قال خدوا بالكم احنا كان بقالنا 6-7 شهور ما كانش عندنا محافظ، كان عندنا قائم بالأعمال سيادة اللواء أحمد تيمور، وأنا الحقيقة ما أعرفش احنا استنينا كل ده ليه، وقلتها قبل كده في صباح دريم ان احنا كنا في مرحله يعني يا جماعه يا اما هو يصلح سياده اللواء احمد تيمور ليه كل الاحترام عندنا، يا اما يصلح فيصبح فنديله درجه المحافظه، يا اما لا يصلح فنعين حد بسرعه. انما قعدنا شهور طويله جدا، واللواء تيمور بصراحه كان بيتقال لنا من كل الاطراف بما فيهم اعضاء برلمان في صباح دريم هنا بيقولوا الحاجه قدامه وعايز يمضي وخايف يمضي مش راضي يمضي. في نقطه بس تعقيبا على محمد، انا مقدم للدوله من حوالي 7 أو 8 شهور مشروع المدينة التجارية، عايز انقل التجارة كلها من القاهرة او من المحافظات المكتظة لمدينة تجارية تكون في اول طريق السخنة، ومحددتها وربطتها بقطر صحراوي بحيث ان انا انقل كل التجارة من المواني مباشرة للمدينة التجارية، بحيث ان احنا نطور الفكر ان هو التجارة تبقى داخل البلد. ما دخلش نقل، ما دخلش، احافظ على الطرق، احافظ على المواصلات، احافظ على المباني، احافظ على السكان، احافظ على المعيشة نفسها والبيئة، تفض التكدس ده الرهيبة اللي حاصلة جوه دي، الناس مش مقتنعين بفكرة وتخلق فرص عمل. مدينة تجارية وربطتها بقطر الصحراء ويوصل لحد المواني التجاريه، مش هدخل حاجه البلد، مفيش حاجه. هنفضل مين؟ احنا هنراجعه مع يعني هنتابعه معاك. مقدم انا قدمت المشروع للسيد رئيس الوزراء وقدمته لوزير النقل ووزير التعاون الدولي، قدمته من امتى بالظبط؟ وزير التعاون الدولي دكتور صحر نصر يعني حاليا؟ من شهر 1 مقدمه، من يناير اللي فات؟ من يناير اللي فات.
طب يا جماعه يعني معالي وزير رئيس الوزراء والساده الوزراء، يعني مشروع مهم زي كده ممكن يوفر فرص عمل وممكن اترد عليك طب باي حاجه، بس قبل ما هاجم انا يعني اترد عليك باي حاجه؟ اترد عليا معايا الجواب اهو تحت الدراسه وما حدش رد. تحت الدراسه معايا الخطابين موجودين معايا. طيب مش تحت الدراسه؟ ماشي تحت الدراسه. تحت الدراسه خلاص. لا يا جماعه بجد يعني معالي رئيس الوزراء والساده الوزراء عارفين والله ان في حاجات بتتعمل وفي شغل بيتعمل، بس لما يبقى مشروع زي كده متقدم بكل الخطه التفصيليه بتاعته من شانه انه يقلل بطاله ويشغل لي شباب اكتر ويفك شويه حاله الخنقه الرهيبه اللي بقت عندنا في الشوارع. الله على الجمال. تصميم المدينه التجاريه ده المفروض يستوعب كم مشروع؟ وادي الحاويات والقطر اللي بيوصل الحاويات. طب تدينا طب ممكن معلش سياده النائب امسك بس الورق كده عشان بس ناخد. ايوه بعد اذنك. الله على جمال. صوره علويه لمشروع المدينه التجاريه، انت مسميها المدينه التجاريه. مدينه تجاريه في طريق في عند طريق السخنه. طريق السخنه ده انا اخترت المكان عشان يبقى في المنتصف المحافظه والناس ما تعترضش. ما انا ما اجيش ورينا صوره ثانيه. فاه طبعا لانك لو في نص المكان هتعمل زحمه اكتر. وده القطر المتصل باللي هو بينقل الحاويات للمدينه التجاريه، والمدينه هنا هتبقى كلها المحلات، قطع الغيار، بتوع الخرده، وقطر بضاعي يوصل لهم. الحاويه مش هتخش للدوله. طب البلد طريق أساسي. السخنه برضو ماشي. هي السخنه دلوقتي كلها على بعضها طريق بقى ساعه بس بعد الطرق الجديده، بس برضو الناس تقول لك يعني انا هروح السخنه وارجع كل يوم المواصلات. ما انت ممكن تبداي تعملي له مساكن في الصحراء. ده انت في صحراء ممكن تعملي له مساكن قريبه منه. عايز حلول غير تقليديه. طب والله والناس ما تصدق تطلع بره الخنقه وتتجوز. وبعدين انت اما تنقلي التجاره الناس دي خلاص هتطلع. هو مشكلته ان هو بيشتغل جنب بيته. هذا المشروع المقدم من سياده النائب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب عن دايره الساحل، مقدم الى معالي رئيس الوزراء والدكتوره سحر نصر ووزير النقل السيد وزير النقل من يناير 2016. احنا النهارده 1 اكتوبر 2016. كل طلباتنا في الحياه بس باذن الله لو لينا عمر قبل يناير 2024 يترد على سياده النائب، بس يا يتقال له يا يتقال له لا يعني يا جماعه دول اكتر من 50 مشروع على فكره، بس ده انا طرحت واحد دلوقتي في الحلقه. طيب يا استاذ امير والاتصال من اسكندريه. بعيد خالص عننا. تمنى صباح الخير يا فندم. صباح على حضرتك وعلى ضيف الكرام. يا صباح الفل اتفضل. تمنى حضرتك في دلوقتي كنا منتظرين مجلس الشعب انه يحارب الفساد وكده. حضرتك احنا في اسكندريه في شارع احمد باشا ترك. احمد فليمن. باشا ترك؟ في فليمن تبع حي شرق. هو حي شرق اسكندريه. حضرتك كان الشارع ده كان كله فيلل وعرضه 5 متر. على سيادتك دلوقتي تخشي اكن لو داخله الساعه 1 الظهر اكنك بالليل من العماره 22 دور. تخيلي لو حصلت حريقه صرف صحي بتاع كل الدنيا باظت فيه. حول ولا قوه الا بالله. ونروح نشتكوا في حي شرق مفيش فايده. شارع احمد باشا ترك في اسكندريه. تبع حي شرق. واشتكينا كذا مره في بتاع دلوقتي 15 عمارة دخلوا فيه التجار بتوع العقارات دول مهدرين الدنيا ما بقاش فيه ولا فيلا. بال 22 دول حضرتك يعني ده في اي دوله ده حصلت حريقه في 5 متر هيعملوا ايه؟ الصرف الصحي هنعمله ايه؟ نمشي وبعد كده المشاه نفسهم ما بقناش نعرف نمشي من العربيات رايحه جايه. يا رب يا استاذ امير يكون لغايه كده الرئيس حي شرق والمحافظ اسكندريه يشوف لنا حل في الشارع ده. هو يروح للدكتور رضا فرحات محافظ اسكندريه وهو صديق. انا هروح لسيادتك. ما احنا بعتنا تلغرافات وتلغرافات ومحافظات. الاستاذه منى بلاغ يعني للمحافظ. حاضر. شارع احمد باشا ترك اسكندريه. حاضر. شارع احمد باشا ترك في اسكندريه. في ليمن اسكندريه تبع حي شرق. طيب بقول لك ايه؟ ما تقفلش خليك معانا دقيقه ممكن؟ ماشي يا باشا. طيب استاذ مصطفى من الساحل صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة منى أنا والدك مصطفى. أنا بكلم حضرتك النائب سعد الجوهري وفي علينا شوية لأن أنا أتشرف بس باسمك الأول. معلش أتشرف باسمك. منى فراج. معلش حاجتي صوت منى فراج. الحاجة منى. حاجة منى فراج. حاجة منى. طيب يا أهلا بيك. اتفضلي يا فندم. الصوت يا جماعة فيه مشكلة. الصوت واطي فجأة من هنا. أنا عندي مشكلة. لو تاخدي تليفوني وتكلميني ممكن عشان مش معايا رصيد. انا محجوزه في مستشفى العلاج الطبيعي اللي هي في حلوان. ممكن طيب ممكن تسيب رقمها في الكنترول انا هخليها. طيب ماشي هتاخد رقم منى مدام منى. خليها تسيب رقمها في الكنترول انا هخلي حد. يا مدام منى هتسيبي رقمك دلوقتي مع زمايلي وسياده النائب هنديله الرقم وهو ماشي هتلاقيه بيكلمك النهارده ولو ما اتصلش بيكي النهارده كلمينا بكره قول لنا ما اتصلش. لا مدام منى ما اقدرش ادخل على اهل دايرتي. طيب ربنا يخليك. مين من الخنكه؟ استاذ كرم. ايوه يا صباح الخير.
صباح الخير يا فندم، ممكن اكلم الاستاذ رضوان؟ اهلا بيك استر. الاسم قرن كامل استاذ رضوان جزار من مدينه الخنك. اهلا وسهلا، اهلا بيك فندم. طب حضرتك انا عندي مشكلتين. اتفضل. المشكلة الأولانية اللي هي عندنا مذبح الخنكة طبعا أنت فاهم سيادتك ما بقاش في مذبح بداية خالص. تمام. فطبعا المذبح بتاع الخنكة عندنا ما يعني مش عايز أقول لك لو جيت تشوفه ما ينفعش. حاله مزري فعلا، فعلا في مشكلة كبيرة جدا في مجزر الخنكة وإن شاء الله هنعرضها على الناس كلها بتذبح بره وأنتوا قاعدين تطلعوا حملات أساسا عشان خاطر طب إحنا هنعمل إيه؟ إحنا عندنا المجازر الخاصة هي اللي شغالة والمجازر للأسف اللي هي تبع المحافظة هي عايزه مبلغ وكذا مره جيوا واحنا عملنا كذا شكوى وهم ما حدش جه. دي حقيقه وان شاء الله المحافظ الوزير عمرو عبد المنعم ان شاء الله معروض عليه موضوع المجازر بتاعه الالويه كلها لان فعلا فيها مشاكل مش شغاله كتيره جدا. كل المجازر الخاصه جداً. هي سحبت الجزارين والمجازر الحكوميه للاسف كلها يعني طبعا انا بشكر حضراتكم وبشكرك يا استاذ كرم لانك دلوقتي اصلا موضوع الجزاره مش الجزاره عفوا المجازر والملفات دي كلها احنا مهتمين بها جدا في صباح دريم. فاحنا دلوقتي زودنا بقى كمان بند اضافي على البنود اللي احنا متابعينها الملفات المفتوحه عندنا اللي بنروح ونيجي عليها على طول. المجازر فيها مشاكل دلوقتي كمان انه المجازر الخاصه هي اللي بتعمل والمجازر الحكوميه للاسف قاعده بلا شغل بلا عمل للاسف. وطبعا ده اهدار مال عام يعني كل طبعًا. المجازر دي عطلانه طبعًا. وده اهدار ملعب طبعا لازم نتحاسب عليه الناس طبعا. طيب احنا دلوقتي عايزه ارجع تاني في بعض النقاط كده اللي موجوده عندنا في الدوائر بتاعتنا. هخليني في الخنكه بس خلينا طيب نسمع محمد من الخنكه الاول وبعدين اسال انا سؤالي انا عن الخنكه بقى. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اكلم سياده النائب المسؤول عن موضوع بتاع الخنكه. اتفضل. دلوقتي امبارح حضرتك كان البوتاجاز عندنا والعربيه واقفه من الساعه 8 الصبح مليانه لغايه الساعه 9 بالليل لغايه ما جوهم والناس بقت ميته على الانابيب. فين حته حضرتك؟ فين حته؟ في الايواء. في الايواء جنب السنترال. ايوه فعلا. واخد بال حضرتك؟ فالراجل بتاع الانابيب ركن العربيه وبتاع التموين كان واقف. أيوة. والناس بتقول له يقول لهم انا ماليش دعوه. لدرجه الانبوبه بتاع المخزن باع الانبوبه ب 30 جنيه قدام بتاع التموين. ب 30 جنيه بالمخزن. لا ان شاء الله باذن الله المكان ده هيتعمل فيه تحقيق وانا هتصل بمعالي المحافظ دلوقتي بعد ما اخرج من الهواء. وان شاء الله الموضوع ده هيتعمل فيه تحقيق جامد وتتحل المشكله. وهستاذنك في حاجه سياده النائب بقى. نعم. موظف ده غير التاجر بقى، موظف التموين ده اللي كان واقف وشايف ده بيحصل قدام عينيه وما عملش حاجه. ده الفساد اللي احنا الفساد بنتكلم بعينه. ده الفساد اللي احنا بنتكلم عنه والناس بعينه. اتكلمت عنه في هو ده. ويا استاذ محمد انا بشكرك انك ايجابي واتصلت بينا تقول لنا وبعد اذنك لو اتكررت تاني لا اكيد الموبايل عندك ممكن يبقى فيه كاميرا. تمام. صور الكلام ده لو سمحت. بالظبط. صوروا المخالفات دي وبعتوها لنا في صباح دريم. احنا كل يوم دلوقتي تقريبا في اول الحلقه في المقدمه بنذيع الاستغاثات والصور العاجله والحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها لنا مخصوص لينا في صباح دريم. وانا بشكرك انك ايجابي الحقيقه، دي حاجه محترمه يعني. طيب. كنت عايز اسال على الخنكه. دايره الخنكه من ضمن النقاط اللي فيها انه محافظه القليوبيه مثلا لما اعلنت عن دراسه تقنين اوضاع المناطق العشوائيه، بعض المناطق الموجوده عندك زي العكرشه دي اسوأ معروفه دي بتوصف اسوأ بقعه على وجه الارض. ايه بقى مشكله في ايه عندها؟ طبعا العكرشه دي اولا دي منطقه صناعيه. بس اللي هي الصناعات اللي احنا بنتكلم على الصناعات الصغيره والمتناهيات الصغر. دي فيها فعلا ممكن هذا المكان في ابو زعبل ممكن اتحول الى مدينه صناعيه على اعلى مستوى لو الدوله اهتمت بيها وشافت الـ هذه المنطقه. منطقه تلوث، اكبر منطقه تلوث في العالم، سواء بقى في الصرف الصحي ولا الورش اللي شغاله هناك والكلام ده كله. فاذا لو الدوله جات وركزت في هذا المكان هتحل مشاكل كبيره جدا في البطاله، هترتقي بمستوى الصناعات الصغيره في هذه المنطقه، فاذا وترتقي بمستوى البشر. يبقى اذا احنا هنا بنعمل حاجه للبلد وبنعمل حاجه للمكان. فدي من فعلا من أسوأ البقع. لو الدوله المفروض وزاره البيئه، مجلس الوزراء، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، كل الوزارات المعنيه
لازم تروح هذا المكان. وانا طالب ان شاء الله لجنة تقص حقائق تيجي تزور هذا المكان، لان لو استمر هذا المكان بهذا الشكل هيبقى كارثة بيئية مدمرة. برضو تكملة الكلام سيادة النائب، انا مقدم برضو من ضمن المشروع مدينة صناعية للمشروعات الصغيرة عشان ناخد كل الحاجات الورش اللي ده المكان مفتوحة. جاهز بس اتطور اصل في منطقة سكنية، ما انا مش عايز السكن مع الورش. مش سكنية منطقة صناعية. انا عايز اقول حاجة يا جماعة قبل ما ناخد اميرة من شبرا، لا حقيقي بكلم بجد، يعني احنا سيبك من الاعلام او من يعمل في الاعلام، المواطن النهاردة بصراحة شديدة جدا الصورة اللي متاخدة عنه، انه اغلب ان ما كانش كل السادة نواب البرلمان ما بيعملوش حاجة بصراحة شديدة جدا، وان هما بيقولوا امين للحكومة على كل حاجة فيها دفع فلوس زيادة، خدمة مدنية، ضريبة قيمة مضافة، وكلام ده كله. لا انا هقول لحضرتك، انما لما نبقى النهاردة بنقدم نماذج اهو في صباح دريم عندنا لناس حاسه بمشاكل الدوائر بتاعتها ومش حاسه وخلاص، انا الاحساس بالنسبه لي ما يفرقش قوي يعني بقدر العمل بقى، ومقدمين مشاريع كده بقالهم 7 و8 و10 شهور وما بيتردش عليهم من الحكومه، ما هو يا جماعه مش هنتطور كده، عمالين نقول البرلمان المواطن. اه طبعا يعني هو اللي في وش المواطن. احنا اللي بنتلقى الصدمات. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لو حط معلش مع احترامي فضل. انا احترامي كل مسؤول، يعني انا لو معايا على الهوا نائب ومعايا وزير، انا الهجوم كله هيجي لي على النائب طبعا، لانه المواطن ما انتخبش الوزير. الوزير ما بينزلش الشارع ولا والمواطن ما انتخبش الوزير. المواطن انتخب النائب بالظبط، هو ده الفرق. واحنا ما نتخلاش عن المسؤوليه. ناخد معانا مين يا شباب؟ اميره من شبرا. يا صباح الخير يا اميره. صباح النور. انا اشكركم على البرنامج الجميل ده واحييكم الحقيقه، لان كنتوا بتلبوا مطالب الشعب وبالذات الغلابه بتقفوا جنبي. ربنا يكرمك، كلنا غلابه يا اميره. اتفضلي. مشكلة التأمين الصحي دي، أنا عندي فيروس سي من 2005 وخدت العلاج الانترفيرون، وبعد 6 أشهر خدت 48 حقنة، وبعد 6 أشهر جاني. فلما نزل العلاج الجديد ده أنا جبت العلاج على حسابي ومعايا الفواتير في معهد الكبد. السوفالدي يا أميرة؟ وتكلف 12,000 جنيه، خلاص؟ دلوقتي مثلا عايز أعمل متابعة في التأمين الصحي، أحلل بي سي آر، أشوفه موجود ولا لأ، لأنه طيب. بيرجع أجيب الأدوية، ما فيش. ليه؟ عايزين هناك كل ما تروحي تقدمي حاجه علشان تاخدي علاج لازم تدفعي فلوس، اديت لها 5 جنيه، قالت لي لا عايزه 10 جنيه. الممرضات انتي شبرا؟ انتي شبرا ايه؟ شبرا الخيمه ولا شبرا؟ لا عياده ناصر، في عياده ناصر لو سمحتي. والمدير يروح اشتكي له، تخش له بتاع تضحك معاه ضحكه لا مؤاخذه، يتلفظ بالفاظ مش هي، وليه اعترض. وفي واحد هناك اسمه الدكتور يحيى نجيب دوت اخصائي جراحه، بقول له انا عايزه اعمل موجات صوتيه على البطن اشوف الكبد اخباره ايه، في اورام ولا لا، لان انا عندي تليف في الكبد. في الاول اللي هي جت تقول له مش عارف كلمه كده على فلانة، صراحة اقول الفاظ القذره ولا ما بلاش اقولها؟ لا 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 يا حبيبتي ما تقوليش الفاظ قذره لوحدك. قال لها الفاظ قذره، فانا ببص له كده بقول له ايه ده يا دكتور ده؟ اما قال لي ايه مش عاجبك؟ قلت له لا مش عاجبني. قال لي طب ما لكيش كشف عندي، مالكيش كشف، روح انا ما بديش علاج. ده دكتور ده، عشان بس كمان انا هقول ان ليه حق الرد لو عايز يرد، ده دكتور مدحت نجيب في التامين الصحي. اسمه يحيى نجيب. يحيى نجيب. يحيى نجيب ومعروف بالالفاظ. طيب. ودايما تلاقيه حواليه اخدوا رقمك الشباب، خلاص هنتصل لك حالا دلوقتي ان شاء الله بالدكتور ده، الدكتور علي حجازي رئيس التامين الهيئه التامين الصحي. أيوه. وهيكلموكي بعد الهوا على طول. اللي انت بتقوليه دي حاجات لا يمكن السكوت عنها. انا بروح التامين الصحي او اي جهه اخرى ليا الحق كمواطن في العلاج او في ان انا اقدم فيها اخد منها مصلحتي، ومش مضطره الحقيقه ان انا يكون دمي خفيف على قلب البني ادم اللي بيقدم لي الخدمه دي عشان يقدمها لي، مش مضطره خالص. احنا عاوزين الرقابه الاداريه تروح الاماكن، وعايزين انا واثقه ان الدكتور علي حجازي هيحقق في الواقعه دي، انا واثقه. وبرده بقول للدكتور يحيى نجيب، بما ان اسم حضرتك اتقال على الهوا دلوقتي والهزار اللي مع الممرضه والكلام ده، عايز تكلمنا يكون في حق رد طبعا تحت امرك يعني. احنا معانا بس على الهاتف اللي هو محمد عبد الجليل النائب الكريم عن دايره الساحل، وكان ضيفنا قبل كده رئيس حي الساحل عفوا، وكان ضيفنا قبل كده الحقيقه في صباح دريم، وهو اتصل بينا دلوقتي حابب يشارك. صباح الخير يا سياده اللواء. سياده اللواء صباح الخير يا فندم. طيب اكيد عشان التليفون معانا. لا هو متصل بينا الحقيقه من قبل ما اميره تتصل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على سيادتك وعلى الساده النواب المحترمين، على سياده النائب عامر جعري. اهلا وسهلا، زي حضرتك. اتفضل يا فندم.
احنا طبعا يعني انا بس قلت فرصه بتفتك على الهواء مع الساده النواب المحترمين، وبرضه بحب اشكر سياده النائب عمرو جوهري لان في ليه مجهودات كويسه جدا. احنا يمكن هنا مستشفى الخزندار عندنا عملنا 9 وحدات غسيل كلوي، وسياده النائب مشكورا متبرع معانا في اللي هو يكمل المبنى بتاع المستشفى اللي جنبينا، في اعتمادات ماليه من وزاره الصحه وهو متكفل هو يكمل المستشفى من حسابه الشخصي. والحمد لله يمكن احنا عندنا هنا حي الساحل لها طبيعه خاصه، النواب فيها لها طبيعه خاصه، عندنا النائب عمرو جوهري والنائب احمد زيدان كل واحد فيهم طيب يفعل اكثر ما بيستطيع. طيب بقى كان في حضرتك شكوى من شارع محبوب في بحيره الباديه، احنا النهارده بالفعل حضرتك بتكلمينا واحنا موجودين في هذا المكان حمله، واحنا عملنا خلال الاسبوع اللي فات 3 حملات حملات على القطع الغيار المعدات الثقيله، تجار الخرده مستمرين على تجار الخرده مستمرين، واحنا عندنا توجيهات من السيد المحافظ اللي هو عاطف يعني برضه توجيهاته برضه ايه انذار مره واثنين وثلاثه، هو ايه اسلوب انذار مره واثنين وثلاثه، واحنا بنفس التوجيهات توجيهات السيد المحافظ وبتعامل مع الناس مره واثنين وثلاثه للتحضيرات علشان نوصل للاسلوب الامثل بما. والحمد لله النهارده احنا دلوقتي بنتكلم بالفعل من شارع بحيره الباديه. طيب تمام، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي الساحل، انك كنت حريص انك تكلمنا على الهواء وتشرح لنا يعني اخر الجهود اللي بتحصل. انا بس نفسي ايه زي ما في توجيهات من السيد المحافظ وتوجيهات من السيد فلان الفلاني، يبقى في توجيهات من الحكومه لتذليل العقبات امام احد عايز يشتغل، نائب برلماني، مواطن بيعمل مشروع، فما بالنا بقى بيكون نائب برلماني مقدم مشروع الحقيقه رائع يعني يهدف الى تقليل زي الحاجات اللي احنا قلناها بقى، الفوائد اللي احنا قلناها. انا بشكر حضراتكم من ضمن المشروع بقى جزيل الشكر. اتفضل في مشروع للتامين الصحي بيشمل المشروع ده عباره عن 50 مستشفى دولي طرح الاستثمار الدولي، في مقابل كل مستشفى هتطرح الاستثمار هتاخد 5000 فرد تامين صحي مجاني. رائع، دي كلها افكار نيره ومهمه جدا ومفيده جدا الحقيقه في هذا التوقيت. بشكر حضراتكم جزيل الشكر سياده النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب عن الخنكه والخصوص والعبور، وسياده النائب عمرو الجهري عضو مجلس النواب عن دايره الساحل. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه، ندعي النهارده ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعل الساعات القادمه الاخيره في عام الهجري 1437 ساعات كلها بركه وخير ان شاء الله باذن الله، ويا رب يجعل العام القادم اجمل من كل الاعوام التي سبقت. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله نلقاكم غدا في 9 صباحا في صباح دريم.